سهلة فيكن شرفتونا عنا إن شاء الله منسليكن ما بتزهقوا منا رح منضحككن كتير من الصغير للكبير أهلا وسهلا فيكن شرفتونا عنا أهلا وسهلا فيكن شرفتونا عنا إن شاء الله منسليكن ما بتزهقوا منا رح منضحككن كتير من الصغير للكبير أهلا وسهلا فيكن شرفتونا عنا صدنا الليلة قصة حب عظيمة بين شاب كتير غني والبنت يتيمة تشتغل خدمة بفيلا وأوضاع رقيقة هو مرتاح الحمد لله ومن عيلة عريقة كيف رح يقنع أهله إنه يتجوزها هلا رح نشوف المسرح بين الأوضة عاليمين في عنا درج بالنص ليش بيديك مسكرين فرد الخادم مثل اللص ضوى ضوى البيت لم ضوي فول لايت غير النظافة يومية بالعادة بما إنه الجو صافي فتح البرادة فجأة رن التليفون برا من خادم لهون رفع السماعة ليجاوب ألو بيت الأستاذ سالم نعم الأستاذ سالم نعم مش موجود نعم عنده محاضرة بلندن مضطر يغيب جمعة زمان ايه نعم مين معي؟ أهلين معك سكرتير الخاص ومدبر منزل ورئيس الخدمة مدير أعمال الأرضية وقريبا موعود ببوست جديد نعم في عارف شو بتريد؟ بتحب تترك له خبر؟ بس أنا ما بحب شو العالم له؟ المعجب بالأستاذ بده يحكي معه كأنه الأستاذ فضيله لك يا ابني إذا أنا مش فضيلك بدك الأستاذ يفضالك يا ألو يا ابني انت ما بتفهم عربي؟ عامل لك الاستاذ بلندن تعرف عندك ويح؟ شو الويحة هيدي؟ البدرامو بلندن عايزه ضروري يا ليالي علينا ولك انت ما بتفهم يا مرد؟ احترامي استاذ؟ لا استاذ مش حضرتك هيدا واحد تاني عم بتلفي بده يحكي مع حضرتك هونيكي معجب مزعج ما تخزني استاذ لا طبعا عم عامل معجبين بكل احترام كيف لندن استاذ؟ نحن كتير منيح كل شي هون ماشي حسب اوامرك وتعليماتك ليال عم تنظف اوضه حضرتك هلا عم تعمل هوفر للموكيت اسمع استاذ ليال مكتب حضرتك ما حدا بفوت عليه غيري انا نظفته شخصيا والجنينات نعمان عم يهتم بجنيني هلا عم بقص الجازون اسمع استاذ نعمان شفت استاذ قصدي سمعت اي متى مشرفتنا من غير شر انا رح اجي الجمعه بعد يعني بعد جمعتين ما تتأخر علينا أستاذ البيت فاضي بلاك ما تعتنهم كل شي تمام الله معك الله معك يا ليال نعم مسيو آدم شو هالغبرة هيدي ليه بعد ما نظفتي هون عم نظف الأوض مسيو آدم انت قلت لي حضرتك حضرتك قلت لي تركي الأوض وتعي نظفي هون على السريع ليه مسيو آدم بدي نام لآن وبس وقع بتكفي الأوض بعدين ما خصك ليه حاضر يا نعمان هالمرة وقف قص بدي نام اتصل الاستاذ سالي من لندن عم يطمن اذا عم بتطيع اوامري حمل ضميري وقلت له ايه مع انه مش كتير راضي على شغلكم انتو عمك شدوا لي حالكم شوي بدي ارجع الاستاذ ولاقي البيت عميل مع لمع حاضر عم بقلبك شو تقيل هلكني الله يرجعك يا استاذ سالم بالسلامه سالم تنخلص من اوامر واسميك شو تقيل عن مين عم تحكي طاولة تقيل طاولة تقيل شوفوا المراية راسي تقيل صار له من على بكره الهيئه بدي اجرب ما تنسي تعزلي لي مكتب الاستاذ حاضر حاسه ما طلع لي ولا مذكر من هالغراض فاز تقيل استاذ الو الو جيجي حياتي فل ايه فات اندفي سنين من وين عم تحكينا حياتي من هون على الشباك بلا مزح حياتي من وين وحياتك من هون عربش على الاسطر مثل العاده كيف ما قدر فك الاسطر وانا بعد سنجري ركب غيره ما بصدق سكر الخط لا تصدق فكرته وهلا شو من وين عم بحكيك على الشباك ولا لا مزبوط ليلو اشتقت لك جيجي حياتي عن جد انت هون واذا ما رح تساعديني رح بطل هون رح صير تحت شفت كيف خطرتوش
مشيت. مش فرقانة معي، إن شاء الله يكون في بنات غابات الأمازون، ما عندي مشكلة أقطعهم لأوصل لك إذا قدرت أقطعهم. بركي وعي آدم. لا آدم والغير آدم بيقدر يمنعني أشوفك، ما بكفي ما بخليك تظهري من البيت، كمان منعني أجي لعندك أفشر برعبته، بسكر باب فوت من الشباك، بفك القصر بركب غيره، هيدا أدخن مع دعسات أيام بتهربش، بعد سنجرة بالسر ركب بدل قصر ثلاثة، على كل شباك صار في قصر. ليش هو ثلاثة؟ بعدين بتعرف. بس ما هو قال لك الكلاب. صرت صحبة أنا وياهم، بحبوني. الكلاب حبوني وآدم لا. هم اجوا ليعووا بس انا قلت لهم بليز اجروها كرمالي، عووا بعدين، قالوا لي اوكي كرمالك رح ناجلها. شفتي خدموني فيها. عربشت فوق البوابة؟ شوفي لي بنطلوني مغزوق؟ لا. فاذا لا؟ عم من عمان فتح لك البوابة. الله يرجع له الخير، هو اللي سهل المرور. يا الله، حياتي انا كثير مبسوطة فيك، صار لك زمان ما عربشت. قصدي ما جيت لعندي. ما انا تقيت لك من خمس دقايق، رد علي حضرته، عملت حالي معجب بدي احكي للاستاذ سالم. ما عربشت غير ما حكيتك وطمنت انه فل. بس هلا بيوعه. ويوعه ويوعه مش فرقانه معي، اليوم مش قاشي حدا غيرك، لو بدي اضطر انزل لعندك بالباراشوت ما كنت قصرت، خصوص اليوم. ليه؟ بعدين بتعرفي. ليال؟ ايمتى بدك تتركي لها الشغل بقى؟ ليش الشغل مش عيب؟ ما حدا قال عيب، بس بدي اشوفك على راحتي، ما بقى احمل بهدل ولا انت. بعدين انت مش لازم تكوني خادمه، انت اميره لازم تنخدمي. انا ما فيي اترك هالبيت بسهوله، هيدا البيت اللي ربيت فيه. من انا وصغيره بقى انه بجي من المدرسه لنطفو، هيدا بيتي، ما رح اتركه الا لما اروح على بيت جوزي. ضروري ضل ذكرك انه انا يتيمه لا بي ولا ام. ما تقولي يتيمه، انا امك وبيك واختك. لا شو اختك؟ انا خيك. لا شو خيك؟ انا حبيبك. هيدا الواقع، انا يتيمه. بس هيدا مش مطرح. هالقد بيقدر عم من عمان؟ كتر خيره. ربيني وعلمني وكبرني وندر حياته كرمالي، ما تركني ولا دقيقه. بجي انا بتركه هيك. روقي ما تزعلي، ما بدي شيء على كلك مزاجك، خصوص اليوم. تفضلي حياتي. شو حلوه هي الي؟ لا جيبها لتشوفيها بس، اكيد لإلك عقبال المي حياتي. شو المناسبه؟ بعدين بتعرفي بتتذكري اني قلت لك عم بكتب لك قصيده؟ صار لك شهر عم تكتبها وبعد ما خلصت. خلصت وبعد ما خلصت لحنتها وراح اهديك اياها كلاما ولحنا اليوم وهلا. شو المناسبه؟ بعدين بتعرفي شباب تفضلوا. اي شباب من وين بدهم يتفضلوا؟ ما قلت لك ركبت على كل شباك قصار. بلا. مرحبا. شفتي لشو؟ جاهزين شباب؟ جاهزين. طب قد ما تكوني ملهي وشو ما كانت ظروفك اعتبريني بطريق بتشرج لما بشوفك. قد ما تكوني ملهي وشو ما كانت ظروفك اعتبريني بطريق بتشرج لما بشوفك. ما بدي شي ولا طالب شي. ما بدو شي ولا طالب شي. ضيوفك كتار احسبيني حدا من ضيوفي عتبريني بطاري بتشرج لما بشوفي. قد ما تكوني ملهيب شو ما كانت ظروفي عتبريني بطاري بتشرج لما بشوفك. بتشرج لما بشوفك. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا. شو هيدا؟ شو هالفوضى هيدي؟ شباب انزلوا على السريع اسرع. مين عم يعمل هالضجه بال شو سيد رومي هون؟ وانا اقول ليش هالبيت اكلته الغبره؟ تيرس جولييت مش فاضيه بدها تسمع اغاني الحب. يا
يلا عشانك لشوف. مستر ادم ما بسمح لك، انت عم تحكي مع حبيبتي. انا اللي ما بسمح لك تفوت على البيت بهالطريقه. كيف فتت؟ مثل العاده. كيف انا فكيت القصر وانا بعد سنجري ركب غيره؟ هذا صار لازم اطلب الشرطه. مستر ادم بليز لا، ما حدا يتدخل على شغلك. لشو الشرطه منحلها حبيا؟ ما رح تتربى الا هيك. مش حلو نعمل بلبله بالحي؟ مش منيحه بحق الاستاذ سالم. مش منيحه بحقه كمان حدا يتسلل على بيته بالسر. اليوم في مناسبه حلوه، مش حلوه اقضيها بالنظاره. مناسبه شو؟ بعدين بتعرف. خلص هيدي اخر مره وعد. ولا يمكن كل مره بتقول هيدي اخر مره. الو الو استاذ، في هيدي وقت منك. مني انا؟ اي نعم. بجوز الخط مشغول. بس وعيتوني من النوم وانا بوع مفقوس. وهيدي كمان وقت منك. وبليز ما بقى توقع شيء. وما بقى تنفقس. قولك ممكن بعد يوقع مني شيء؟ ما بعتقد. تأكد. في هيدا وما بقى في غيره. هالمره رح مره ما رح اتصل بالشرطه لانه في مناسبه مثل ما قلت. مناسبه شو؟ بعدين بتعرفي. بس بتمنى انه ما بقى تنعاد. خلص وعد. الا اذا وقع مني شيء. بدي استاذنك 5 دقائق واستعير منك ليال، بدي تكويلي الجاكيت، عندي مشوار ضروري هلا. وهيك بتركي كنت بيت لكم منيح. عظيم. دخلك ليش ما انتبهنا من زمان انه بوقع اغراضه؟ اكتشاف حلو بس مكلف شوي ومؤخر شوي. تفضل السجيجي اقعد لي شوي. ليال بس تخلصي كوي شوف الاستاذ شو بيشرب. رجع ما طولك ويا من الافعيد. ليش عادة كيف بكوي يا فكرك؟ شو شباب كل شي تمام؟ مع الهيئة. عرفت استاذ، بس شباب تحت ناطرين لتحسبهم قبل ما يروحوا على المستشفى. ايه اوه مش حامل كاش بقى، صار حاملهم ادم. قال له ما يعتلوا هم، هيدا مش اول ولا اخر تعامل بيناتنا. جينا وقعات قصدي تعربش قصدي شغل كتير. عراس استاذ، يعني بمروا عليك الجمعه الجايه؟ لا انا بمروا عليكم على المستشفى. عراس استاذ. وين جيت؟ عراس استاذ. وينو؟ وينو؟ هلا بدي اعرف لوين هرب. وينو؟ منو؟ شنيناتي تبعكم؟ عمو نعمان؟ الزفت! نعمان الزفت! ترم حالك عم تحكي عن عم لحبيبتي. مين مكان يكون؟ بدي ضعف ضديس. يا خي شو صار؟ والاستاذ سالي سافر. وين ادم؟ دخيلك مثل هي عم ياكل جاكيت. هيدا شنيناتي لازم شحطوه، فلت من بين ايدي، كنت ناوي اخلص عليه، زبط وطلع على الدرس صبون، بس لو بعرف وين مخبى، لجلص لعيمه من علون. يا خي شو صار؟ صرت 100 مرة قايل له، جنينة بيتي مش حمام لك لابو، بيرجع كل يوم بفلطن وبيروحوا بيعملوا عملتن عندي بجنينة، وقدام البيت شو ذنبه؟ هن العم، مش هو العم. ما حضرته معودن هيك، معلمن على الطريق الكايفية، بيعرفني اني ما بطيقه لأنه ما بيحلاله. بيعرفني اني ما بطيقه لأنه ما بيحلاله قص الجازون إلا وقت السياسة تبعي. بيدور لي هالمكنة على شباك الأوضة قصد ليزعجني. طلع على لسان الشعر أنا بقول له بعد عن الشباك دق المي مي، واقف أصبع الظهر دق المي مي، بعد كلابك عن بيتي دق المي مي. ايه خلص بقى طبع الكيلو صار مفروض يتربى. روي يا استاذ زمان زلم كبير طول بالك عليه. ما أنا طول بالي عليه لأنه كبير، بس قديه ولعي متى قديه الواحد بده يضل حامل. يوم يومين ثلاثة تبو بعدين وينه؟ وين مخبى هلا بدي اياه؟ اي والله والله اللي عامله عصير. انت شفته شيء؟ اي انا شايفه بس انت مش شايفه. كيف؟ ماشي عم بقول راح يمين قصدي شمال ولك ضيعتني. ما هيدا المطلوب. كيف؟ فتش عليه مظبوط؟ برمت جنينه زاوية زاوية وما كنت لاقيه. هداك النهار كبب لي ترابيك بجنينتي. ايه شو؟ هودا ضمن حدوده يا حبيبي. عقاريا جنينتي عرضها 5 متر متر 2 3 4 5. شيل ترابيتك بعدك بحدودي ولك ما كان يقنع. وحياتك لو ما كانش ناناتي عن جارنا الاستاذ سالم اكيد من زمان دعوسته. بس خلاص اذا الواحد بده يضل يكرم مزبوط يا ملا مزبوط. الواحد بيعطي انذار انذارين تبو بعدين وبعدين انبهين عليك هالشيء ابدا. بدك مين جاوبني؟ هيدا هو. ايه هيدا انا عم بقول فتش عليه تحت الدرج. اي درج؟ درج البراني. لك مزبوط. انت شوف جايك يا نعمان وراك وراك. انا اللي وراك يا زكي. ايه والله والله ليحوا على الدعسه. هيها على الدعسه. عمو نعمان ليه عملتك بالزلمة؟ بدي اتسلى يا زلمة عن ازهى كل نهار بجنيني ضجر يا شيخ. هيدا جنيني في نعمان عنا لليال مرتب مهضوم وفهمين قطع وصل من هوية التفليص وعدين تخيو حريص ومسهل لبموت لجيش الأمور. إذا شفته قل له قل له تامر نويلك ويا ويله إذا بتشوفه. مش رح تشوفه بقى صار بوستر. عم تضحك انت كمان تعبانة عن الشباك.
وانو قدم يحول فوق اش عملتوا معه؟ خلاص عرفنا دويل لادم بشرفك اللي اشو عبالي اخد فرصة بكرة دويل مصاري هنا دواء ثلاث ارباع العالم ومرضهم كمان انا معش قرشي تنفتش على حجة تاني وانا بطل معي صرت طلعه مية ورا مية وقول له هودو منك استاذ هو يلهطه تعرف ايش باللي راح اعمل من هالاشعة اش اسمه؟ سكانر ايوه من هيدي لك ايه سحب مني 300,000 الواطي بس حيترك لنا الفيلا ويفل هيك بابا عنا وليال وحدنا والله يا عيني من عقلك بدي اترك لك الفيلا انت وياها وحدنا بليز ضروري نكون وحدنا ولا ممكن ادم وابي واذا ادم بلين انا مش بلين هيدي بنت خيي مش بنت خيو بعدين عايش مخوفكم ادم هالقد منو شقفة واطي لا راح ولا اجى شايف حلو مش مصدق انه هو يابا رئيس الخادم ابي صدقش في الاستاذ سالم تيتمقطع فينا ويتمجهل علينا البلي تستر ساتر ما قتل دمه عشان نفسيته مش ويجي شايف حلو مش مصدق كانه رئيس خادم قصر الشانس الليسي عمو العمين انتبه مش فرقاني معي هيدا زلمه بلا اخلاق لا بلا راس بلا ضمير بلا احساس وبلا هالحديث بس لايك استركت وبحب شغله استركت وبحب شغله بطل فجأة كيف أبعرف شو كنت عم بتقول يا نمان شو كنت عم بتقول كنت عنقول عابة حاجة عابة بلا أخلاق لا بلا راس بجيب سيرتك بكلمة يا مسيو إيدي كنت عم بتقول مشوية ما مشوية ايه والأرض والأرض مشوية مش هيك لا مش هيك كنت عم بتسب فيي أعوذ بالله ليش أنت بتنسبها مسيو إيدي أكيد لا مش أكيد ايه تعال هون إذا ما بتجيب سيرتي بكلمة واحدة بتشتك لسانك نشلوشه سمع شو عم لك مش كتير مش سمعني وليه عن جد مش سامعك مش هيك بدي منك خدمة ولك عين بدي أطلبها بالعملية لأنه أنا معي شي وقعوا منك شو بدك؟ بتصير قدم بعد إذنك بدي فرصة بكرة خير شو في؟ بدي أعمل أش اسمها هالأشعة سكانر؟ أيوه من هايدي لشو؟ للدانت اليمين شو بها دانتك يا نمان؟ أشقلت؟ شو بها دانتك؟ مش هنسمع فيها منيح معقول؟ أشقلت؟ عمول معقول؟ صفرت فجأة وصار يخف السمع تدريجيا ورحت عند الحكيم؟ أشقلت؟ رحت عند الحكيم؟ إيه نعم شو قال لك؟ أبعرش ما سمعتوش ما وصف لك دواء؟ بقاش إلي عين إلك أشقلت لحظة تقبرم لك المنيحة ما وصف لك دواء وصفني من هالأشعة أش اسمها سكانر أيوه من هايدي طيب سلامتك خد فرصة بكرة أشقلت خد فرصة بكرة كتر خيرك أباش كيف بدي كفيك خفف حكي علي أشقلت لك خفف حكي منيح ليش عم تعيط تسمعني أشقلت ماشي خد فرصة بكرة وبلا الزودي هالشهر لا كيف بلا الزودي أشقلت ما في فرصة بكرة هيك كذاب ولا زودي أنا الآن شئلت أنا أبي شيك شاومة إيدين فرشيك عمو نعمين بعدك هون وبكرة أحضل هون كمان فضحنا عمو نعمين عايزك موضوع مهم واني ليال يا حي الفاعة تغير تيبة رايحين نتغدى سوا اليوم إيه عير تغير تيبة لكن عمو نعمين رايحين أنا وليال وحدنا والله يا عيني ممنوع تظهر أنت وياها واحد كل ما تخطبوا إم نخطب ممنوع تظهر أنت وياها واحد كل ما تتجاوزوا إم نتجاوز ممنوع تتجاوزوا إلا ما تظهر أنت وياها واحدكم بس يا عمو نعمين هلا مجد بدك تتجوز البنت ما هيدا الموضوع اللي بدي أحكيك فيه أنت بتعرف قديش أنا بحبها لليال بس تكون معه وين ما تروح مشان هيك بدي منك تساعدني ما فيش اليوم رجع بكره بليز ضروري اليوم ليش متنح اليوم دخلك عيد ليش متنح اليوم دخلك عيد ليش متنح اليوم دخلك عمل لك عيد عمل لك ليش متنح اليوم دخلك عيد لقائنا مثل هالنهار شفتها لاول مره بالسوبر ماركت كان النهار وجهه خير علينا عليك وحدك مشان هيك بدي اعرض عليها الزواج بس ملبك هلا امجد بدك تتجوز البنت معلوم وهي موافقه اليوم بعرف بس اكيد رح توافق ليال بتحبني وحلمها انه نكون انا وياها تحت سقف واحد ان شاء الله بيهبط عليك وبتكون وحدك إذا هي موافقة أنا مش موافق ليه؟ لأني مش موافق بك تجي هيك من ليلة ضحاها تاخد مني ليه؟ أشي سايب الدنيا؟ علمتها وربيتها وانطرتها صار صبية تجي أنت هيك للا بلا تاخدها مني؟ إيه لا حبيبي لا روح العيب قدام بيتكم عمو نعمين أنا مش عم بلعب أنا بدي أتجوز حبيبتي بليز ساعدني ما أنت اللي كنت مسهل لنا الأمور أنت اللي كنت تساعدنا نشوف بعضنا شو صار لك هلا؟ أنا سمحت لك تشوفها مش تتجوزها سمحت لك تظهر معها مش تاخدها مني بس أنا بحبها مش قدي مش قدي أنا ربيتها أنا اللي اندارت حياتي كرمالها الوقت اللي توفوا إهلها أفلح فلاحة بجدادتها شفتها صبية قدتك تجي أنت هيك تخدها مني مين يفكر حيالك عيني بعدين أنت قلت لها بحبك ضليتك 4-5 أشهر لو ما أنا دعمتك وعلمتك وسجعتك بلا تحكيها كنت بعدك لهلا تحت الشباك ناطر مش هيك بدي منك تعلمني كيف بدي أعرض عليها الزواج بليز ساعدني ما أنت اللي كنت تقلي ناطر اليوم اللي بدك تفرح فيه من الليالي مزبوط وأنت بتعرف قديش أنا بحبها وبحترمها وراح أحافظ عليها بعيوني بس يا ابني أهلك حكيت أهلك بالموضوع بعد كل ما أجي لفتحوا بالموضوع بينربط لساني بعرق بطل أعرف أحكي أكيد مش رح يرضوا ابنه الوحيد يتجوز بنت فقيرة ربي ولا أم خاصة إنه هن كلاس من عائلة أرستقراطية عم يعجبهمش العجب وكل ما دق كوز الجرة بيحددوني بالورثة من أحرمك من الورثة إذا ما بتعمل مثل ما بدنا وشو بدهم؟ بدهم يتجوزوني على ذوقهم وخاصة أمي عائلتها كارثة بدها تجوزني لبنت الدندلوني وأنا ما بحبها ما بطيقها شكلها مثل الكوسية اسمع
اسمين مني خذ بنت الدندلوني والا بيكونوا دندلوني لي انا. انا بدي ليال وبس، هي حب الاول والاخير. لا الاخير باذن الله. شو موافق؟ ليال بتقرر، انا اوبن مايندد. عظيم واهلك. خلينا كل خطوه بخطوتها، المهم توافق ليال. بتوافق لانا بتحبك، بس بتعرف كيف تفتح للموضوع. انا بامرك، المهم بحط لها خيط بصباعي وتحط لها خيط باصبعي. فاذا بدك تكون مثل الخيط باصبعي وتنفس حرفيا ايش بدي اقول لك. اوكي. اول ما تطل تستقبلها بطريقه استعراضيه على كعب الدرج. بدي اركع؟ ايه بدك تركع، اش مفكر هيك؟ بدك تتجوز بدك تركع. بس انا ما بركع. غصب عنك بدك تركع. جايك ركعت كثير بكره. بدك تجيب ولاد؟ لا لا. ايه بدك تركع. عكعب الدرج؟ بتقول لها حياتي انا عايزك بموضوع. هالطلاين هي بتقول لك شو فيه، بتقول لها عادي. حلو. بتقول لها حياتي قديش بتحبيني؟ كثير. لك تعكفي عني. سوري. لا تعكفي عني، ماش تقطشني. بتقول لها كثير، بتقول لها ما زال بتحبيني هالقد وانا بحبك، ليش عم نرطش بكل بساطه؟ بقول بكل بساطه؟ لك لا، ليش عم نرطش بواقع لين افش احلى من البساطه؟ مبالا. روق بعد جيك عرق كثير، بعدين انت رجال ولا لا؟ مبالا. انا شايف مبالا. ما تخافش يا ابني، افيش بنت بالكون ما بتحبش الارتباط، خاصه بالشاب اللي بتحبه. فاذا اول ما توصل بستقبلها عكعب الدرج بطريقه استعراضيه. اوكي عم بتركع بعد بشو بنطلون شلحه. لا شد حيلك عشان شيء بخدها بايدها يمين اليمين وبقول لها حياتي انا عايزك بموضوع. اكثر اكثر بدك تنفخ مثلي هيك. حياتي انا عايزك بموضوع، بس اوعى تفقع. اخ 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 لا مع ظهر تعجل سنت عط 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 عط. كيف؟ في فأسة هون على اليمين فقصها الله. يسلموا. صار لي زمان ما انزعتش هيك، صار له مدي راس نزول. انا بشبابي كنت انزح كل انزوحة. يلا كف حياتي انا عايزك موضوع مهم اكتر ما بتتصوري. هيدي ارتجالية من عندي. عن ترجل جيجي عن ترجل حفاظ اللي عندك أبي. هون تلخيل هي بتقلي شوفي. مش بتقلها انت عادي. وين رجوليجي عادي. شوفي حياتي اعتبر انا ليال. شوفي حياتي. حياتي قديش بتحبيني؟ ايه انا البديل هلا، انا شاكي شين بعدين جاي بروسلي. طيب يلا من كفه من دون لمس. حياتي قديش بتحبيني؟ كثير. انا المخرج انا بحق لي. طيب بس انت بتحبيني هالقد وانا بحبك كثير، ليه ما بنرتبط؟ شفت افشاه يمنا. بس خايفين من ايش؟ خايفين لخبط بشيء. لا تخافش انا رح ضلح ولا يكون عن سانك بالاشارات. كون ممنونه. ترجع بتسالها قديش اليوم بالشهر وايش بيعني لك التاريخ؟ قديش اليوم بالشهر؟ اليوم لو 15. شو بيعني لك هالتاريخ؟ حدث في مثل هذا اليوم انه التقينا. مظبوط، من اول ما شفتك حبيتك وانغرمت فيكي وبعد لليوم دايب فيك. وانت شو؟ انا كمان اول ما شفتك اول ما شفتك لعيت نفسي. كيف لك عن امزح؟ هي توصلي. لا تخاف شد حيلك، رح اعمل حيلي عن قصق الزريعة. كيف ما معك مرشة؟ مين قال لك؟ هاي عمو. هاي ليلو. شو عم تعمل هون؟ عن عالمو ايش بدو يحكي؟ مرة تاني مع ايدم. شو هلا؟ عشك ناطر. حياتي انا عايزك بموضوع. حياتي ليه وقف هيك؟ هو مفروض يكون راكع بس البنطلون. شو بعمل؟ ركيع. حياتي انا عايزك بموضوع وهلا. شيش اللي عم تتهبلن هيك؟ لك يسلم هالتم عمي، شد حيلك يا شيشي. حياتي خلصها بقى ماشي معي عدي. لا عم بتعيط حياتي. العيال انا 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 نسيت. شو هلا؟ شو هلا؟ مش انت؟ شو هلا؟ قديش اليوم بالشهر؟ ايه قديش اليوم بالشهر؟ ما بعرف دخلكم قد اليوم بالشهر. اليوم 15. ايه مزبوط. ايه شو يعني؟ يعني بكره 16. خلينا باليوم. ايه ايش بيعني لك التاريخ؟ شو ما فهمت شيء؟ انا اللي ما فهمت شيء. لك ايش بيعني لك التاريخ؟ شو بيعني لك التاريخ؟ ماشي. شو؟ ماشي. شو؟ عم اقول لك ماشي. بعيد السؤال؟ لا سمعته. تذكري منيح. ايوه يا طشمي. عيد سعاد بنت عمتها لتقعد لمية قبل المية. بس في ذكرى تانية كمان، ذكرى حلوة كتير، ذكرى ذكرى ذكرى. شو؟ انا اللي بدي اسألك ذكرى شو؟ لك بتاخد العقل. هشاتلي هشاتلي بتاخد العقل. ذكرى بتطير العقل. برافو. بتاخد العقل بتطير العقل. ب 15 شهر شو صار؟ وقت رحنا خيمنا بالجبل انا واصحابي كانت ب 15 شهر. بتذكر في شيء احلى صار بالتاريخ؟ في شيء احلى صار بالتاريخ؟ لا ما بصير احلى من هالمخيم، من احلى ايام حياتي. يا ريتك كنت معنا وقتها. كان معك وقتها بس مش بالمخيم. كيف؟ ماشي يعني احكي على التليفون. ايه زو زو. يا الله ما لنهار. تتذكروا منيح. ايه وغيره؟ بعدنا عملنا غيره. هيدا كان اخر مخيم. هديك السنه مثل هلا ايش صار؟ نعم عم اقول لك هيدا كان اخر مخيم. علي صوتك. قصدي صوتي. هديك السنه مثل هلا ايش صار؟ ما فهمت شيء. واحد واحد.
مريض جيتك نوبة. مريض جيتني نوبة. نوبة شو؟ نوبة شو؟ نوبة هبل. نوبة شو؟ يا عمي باش بده هديك السنة بخمستاش الشهر أسار يا عمي. آه أيوة مزبوط مية بالمية صار سلسلة بالهند. أيوة انت وين كنت؟ اكيد مش بالهند. ماشي هيا تخلصها بقى بمثلها النهار تعرفنا على بعض. ايه هاك من الاول حزق بشاتلي. سوري حياتك تناسي. بس انا مش ناسي ولا بحياتي لحنسى هالنهار. وقتها كنت بالسوبر ماركت عم بتجيب اغراض وانا كنت عم بتطاول اجيب مجمع الحليب ومش قادر طالب. جيتي انت بكل احساس وحنيه بديتي ايدك نزلت المجمع قلتي لي تفضل. ميرسي زيد طولك. فضلك. شو الاسم الكريم؟ ليال. محسوبك جيجي. جيجي لانجهوتي تشرفنا. وين في يشوفك ليال؟ ما فيك تشوفني الا هون بالسوبر ماركت. ليه؟ بعدين بتعرف انا بكره جاي لهون بدي اشتري مجمع حليب تاني وعن اخر رف في مجال تجي تطالي. ليش لا؟ على الخمس منيح؟ منيح. بعد اذنكم بدنا نسكر السوبر ماركت. تاني هيدي هي هالمناسبة اللي بدك تقلي عنا وكل نفسي بتقلي بعدين بتعرفي. شفتي هلا عرفتي اليوم عيد لقائنا هيدا نهار وجه خير علينا مشان هيك انا جاي اعرض عليكي. اعرض عليكي شو بك حياتي؟ بده يعرض عليكي الزواج. ايوه بدك تتجوزني؟ يا ريت. شيشي حياتي عن جد بدك تتجوزني؟ اذا بتوافق. صراحه انا ما فيي موافق. اذا عمو نعمان بيوافق انا بدي سعادتك اليوم. بعرفك بتحبيها القراع هيدا. صحيح استحقيتها بس مش الحيل عريس مش كل هالقد بس ايش بدنا نعمل؟ شو بحب يمزح؟ مش عن امزح. مو اهلك رح يرضوا فيي؟ خلص تركي اهلي علي المهم انت توافقي. اكيد يس. يلا نروح نحتفل بالمطعم. يلا عم نعمل مشي معنا. لا عمي عندي شغل. عن جد مشي معنا؟ لا تمسش كثير انت. بعد في اهلك اذا اهلك ما يفوش على الموضوع بتتخربط كل القصه. طيب قل لي شو بدي اقول له؟ بدي اتجوز بنت اللي بحبها وبس. طيب مش مشكله شو ما تقول له امي بتقتنع المهم امي تقتنع. يلا صحيح باي عمو ما رح تور رجعه. باي باي باي. وتفل ربيت بدموع العيني ربيت بالنقد وبالدين يجي واحد مدري منين ياخدها وبيفل بياخدها وبيفل. هلا جيجي المعطر خايف وكل همه كيف بده يخبرها يقنع على امه امه كتير كتير كلاس فاكرة حالة غير الناس بتقضي نهارات الشيخ على التليفون وتحكي على التليفون مية مرة داخل الله مية مرة وتقضيها لقلقة على الناس هي منتهى اليوم ما تتأخري دكار ليكي جبت روب جديد كتير حلو معسل أخضر بموت مع تشكشك على الصدر بياخد العقل من عند لمبيتو محروقي ولبقت له سكربينة صفرة مغطسة بالذهب حقق $1,000. ايه بس أنا شرعته مين فكرنا عم يضحك علينا يا بدفع 2000 يا ما بخدها بس خليها بيناتنا. جبتها من عند فلوريسوني وطلع صاحب المحل بيعرف سعيد جوزي وصار بده يبيض وجهه معي والبديكية مدام والبتريدية مدام اتي سير بلا
بلا بلا. كل حال انا عم تلفلك تقلك انه قطعت لك تيكت تنروح سوا على المودولامود اباري. ليه؟ قولي ليه؟ رايحة على لندن يا محتالة؟ ايه أصلا أنا رايحة على إسبانيا بعد باريس. أنت رايحة على إيطاليا كمان؟ أنا عم فكر أعمل تور بكل أوروبا، شو رأيك؟ يه إجا جيجي بحكيكي بعدين، إجا جيجي من التايكوندو، يلا باي باي. هاي جيجي. هاي مام. شو مام كيف كان التايكوندو؟ روعة اليوم أحلى يوم. بس ما عم ببينوا فيك، بعدك خسوعة. اليوم بطلت خسوعة. أخذت قرار. كيف؟ مام شو مام وجهك مش عاجبني، اسكيليا كلكو شوز كين فابا؟ لا ماما بس شو؟ مام أنا بحب كومون؟ بحب مغروم. ابني بحب موديو. مين اللي بتحبها؟ هلا بدك تقول لي مين اللي بتحبها؟ بنت مثل القمر كثير حلوة ولبقت لي شعرة؟ شوي شوي لي شوي. مام أنا بدي أتجوزها. بدك تتجوز؟ طيب مين؟ بنت مين؟ حلوة كثير. بنت مين؟ ومتعلمة كثير. بنت مين؟ وبتفهم كثير. بنت مين؟ هيدا أهم شيء. بنت عيلة؟ ايه بنت عيلة. مين أهلها؟ أهلها؟ ايه أهلها ناس. بعرف ناس، بس ناس عن ناس بتفرق. أنا بعرفهم. أهلها عطوكي عمرهم. كيف؟ يتيمة؟ ايه أهلها توفوا بحادث السيارة. بدك تتجوز وحدة يتيمة؟ شو بدي أقول لأصحابي؟ شو بدي أقول للشلة يا شلة؟ يا دلة ابني الوحيد بدك تتجوز وحدة يتيمة؟ لا ما بيصير، هيدي آخرتك يا سوسو. وإذا شو عيب؟ عم قلك أهلها توفوا بحادث السيارة، شو ذنبها هي؟ وشو ذنبي أنا؟ ليه بدي أتبهدل بالصالونات بالمجتمعات؟ شو بدي أقول لمنتهى لسوريا لبوطة البريج؟ كل وحدة منهم ولادها مجوزين أحسن عالم. هيدي بنت المدللاتي، هيدي بنت الدندلوني، هيدي بنت العلقولو. نووي بتلاقي أحسن بكتير. بعدين شو بهالي يا بنت الدندلوني؟ ما بحبها، ما بطيئة، شكلها مثل الكوساية. ايه بس كوساية محشية مصاري. مام حبيبتي متعلمة وتسوى مية وحدة من بنت الدندلوني. احترم حالك جيجي، ما تحكي هيك عن العيال الكبيرة والعريقة. أنا بحبها لليال ومصر إني أتجوزها. اسمها ليال واسمها ديمودي كمان، ما بحبه هالاسم، ما بطيئه. وين بدي خبي راسي أنا؟ وين؟ شو هالاسم هيدا؟ ليش أنت شو اسمك مام؟ صحيح اسمي سعدة، بس كلهم بعيطوا لي سوسو. ايه مثل العيط لليال سوسو اذا بدك. مانا شعبانه يا ولد، اصلا اسمي كان دارج بوقتها. مظبوط، من 50 سنه كان دارج. 35 سنه وشهرين. خلص جيجي انسى موضوع الجائزه من هالبنت، روح شوف غيرها اذا ولد بتحب بتتجوز. هيدي اللي بحبها وبتحبني، كيف بدي روح شوف غيرها؟ شو ما في قيمه للحب؟ اي حب؟ ضليت حب واحد 7 سنين، اجا بيك نسيني 7 سنين ب7 ملايين. قصدي ب7 اشهر. خلص قلت ما في تتجوزها يعني ما في تتجوزها. بعدين وين تعرفت عليها؟ ما تقلي بالتايكوندو، رح تخليني امنعك تروح على هالنادي. لا لا دخيلك كل شو للنادي، ما صدقنا مش الحال مع مسو ادم. مين هيدا؟ اللي بدربنا تايكوندو. ايا 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 هولي جي جي، خلص فوت غير تيبك وانسى الموضوع. كيس كيس كيس. ايا ايا. طيب مام انت ليه ما عندي هيك؟ ليه ما بتتعرف عليها قبل؟ على قريبها، على عمها مثلا؟ عمالي شو بيشتغل؟ جنينات عمد النظر، مالك كبير. عمها؟ ايه بالحقيقة هو من أغنياء البلد، هو اللي ربيها لليال من بعد ما توفوا أهلها. عن جد شحنون؟ ايه زلمة غير شكل، دماغه ماشي، الله رزقه، ربيها أحسن تربية، معه مصاري منيح. قد ايه معه مصاري؟ معه مثلنا وأكثر. مثلنا؟ وأكثر. طول عمره عايش برا، اجى على لبنان ليستقر وليفرح ببنت خيو. فريمون لك ايه؟ وليه ما قلت لي من الاول يا ازعج؟ كنت مخلي لك اياها مفاجاه. شو وقتني اتعرف عليه؟ بكره لما تروح وتطلبوا ايد عن الله راتب تتعرف عليه. اوكي باقرب وقت ممكن. يعني موافقه؟ ولو بدي سؤال، ما انا ناطره هاليوم، ناطره لافرح بابني الوحيد. ثانكس مام. بعدين انت ما رح تتجوز مين ما كان، رح تتجوز بنت خيو. لا شو اسمه عمه؟ مسيو نعمان. واو شو اسمه اوريجينال؟ نعمان كامل المنصور. كامل اسم على مسمى. شو قولك بابا بيقتنع؟ خلاص شو بدك فيك بابا، اتركه علي. مش معقول شو هالنهار الحلو. مبروك يا حبيبي، الله يوفقك، الله يهنيك. الو منتهى بون نوفيل، جيجي بدك تتجوز. ايه بنت عيلة كبيرة، تريبر فامي من بيت المنصور. حذري مين بتقول، بتقول بنت خيو للبزنس مان الكبير نعمان كامل المنصور. عرفتي جيجي طلعت بتعرفه. ما قلتلك معروف. ايه شفت الشهد شو هالتوفيقه، بنت بتجنن مثل القمر، تعرفت عليها يقبرني مزوق مثل امه. ايه عيني نحن هيدي ارتباطاتنا ومعارفنا كله هاي لايف، بس حرام اهلا متوفيين بحادث ابد. طياره الخاصة تبعهم، شفتوا يا
حرام، ما بيا كان عم بيسوقها، بيا كان تيار جمهم الله يرحمه، بدها تكون غمضة عينه. اسمع 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 لولو، ابعث لي 2 كونتينر وشو بيكلفوا انا حاضر. سعيد خبرية حلوة. كير جيجي قرر يتجوز يقبرني. ان شاء الله. ان شاء الله شو؟ يتجوز. بدنا نروح نطلب ايدك. اي متى؟ شو رايك؟ جوتي بروشان. لا لا خليها للسبت، الخميس عندي اجتماع مهم. نو سبت جو بيبا، عندي حفله كتار. طيب للاحد. تكر سعيد جيجي بحب. قديش؟ كيف؟ قديش بتسوى؟ كثير، عمه ملياردير نعمان كامل المنصور ولو مش سامع فيه. اذا كان رجل اعمال مهم لازم يكون بعرف. هي اهلا متوفيين، رح نطلبها من عمه. مش مشكل، طالما معه نحن معه. مش بس معه، زلمه مسقف وبيحكي لغات هو. بيحكي لغات؟ جيجي؟ نعم. عمك بيحكي لغات؟ ايه هو اللي بيحكي، بيحكي كتير. ايه لغات. فازا مبروك، مبروك لك يا ابني. Thanks dad. ما نعرف الجاي بالضبط. بكرة بنعرف منه شخصيا، واخيرا رح نفرح من جيجي. الله يوفقه. ووفقنا. هلا القصة بالغرب، كيف ما اجت تيجي؟ شو هالكذبه الكبيره اللي كسرها جيجي؟ صغير كنت مثل المجنون، بركي عقدم بيمون ليقدم له الفيلا وانا مالي غيرك. ما بقى في وقت. كيف بدي اعطيكم الفيلا؟ اعوذ بالله. شو بتخسر؟ هيك هيك الاستاذ سالم مش راجع قبل بجمعتين، يعني في وقت كتير. ما في تاخدوها يعني ما في تاخدوها. على ليله بس، ليله اللي بده يجوا اهلي يطلبوا فيها عيد ليال، العمليه كلها ساعتين زمان وكل شيء برجع مثل ما كان. بليز ساعدني. يا حرام عليك، هيك بتكون عم بتفرق حبيبين عن بعضهم. شو ذنبي انا اذا حضرتك كذبت كذبه كبيره على اهلك؟ بدك يعني كمان شاركك بكذبتك؟ إيه لا حبيبي لا، روح خيب بغير هالمسلي. السبت جايين اهلي، يعني ما بقى في وقت لدبر مطرح تاني. استاجر مال فوقك وتحتك. بس انا ما بقدر اعطيك الفيلا ولو لدقيقه وسكر على الموضوع. طيب اذا وقع منك شك ب $1000 مثلا، مثلا ساعتها بفكر بالموضوع. ب2000 مثلا ساعتها الفيلا مقدمه ليله السبت بس بدون فرشه واكسسواراتها. قد لازم يوقع منك تاني خدها مع فرشه واكسسواراتها؟ بثلاثه. موافق. وبيطلع لك شباب ويطري كمان يساب لاهلك ضيفون يعملوا وجباتهم معهم على الاخر. يا عيني عليك، اهلي بحبوا الفخفخه وهيدي الشغلات بتسهل لنا الامور اكثر. بس هيك تشيك اللي وقع مني ما بيعود يكفي. يا اخي رح يوقع غيره عبياض بس هيسرنا. عظيم، رح كون انا رئيس الخدم بهالليله خدمه مني الك، ورح بجيب ضيافات ثقيله تليق بمقام اهلك. بركي بتجيب قطوع شوكولا، انا بحب الشوكولا. كتر خيرك، بدي الاستقبال يكون ملوكي، لازم ماما ودادي ينبهروا باللي عم يشوفوه. انا عظمت لهم كثير بعمل وهمي، فلازم الهيل الجو المناسب لقيمته. بس انت كيف اجت على راسك الفكره؟ ما كنت عارف شو بدي اقول، خفت، حسيت ماما ما رح توافق، فلساني سبق تفكيري واخترعت هالشخصيه الوهميه نعمان كامل المنصور، وبطلت اعرف اطلع من هالكذبه. مين رح يلعب دور نعمان كامل المنصور؟ نعمان بيك شنيناتي. كيف؟ ليال ما قبلت غير انه يطلبوا ايدها منه. انا اقترحت عليها بركي حضرتك بتلعب الدور. انا اعوذ بالله. او منجيب ممثل معروف. منه معروف؟ فاذا ما في غير عمو نعمان. وين حضرته؟ لا متنح تحت، صار لساعة ليال عم تقنع وما بده. هو المشكلة نعمان ما بيوقع تشيكات مثلي. يسلم هالتم. بس يا زلمة نعمان لا بيعرف لغات ولا بيفهم لياقات ولا بيعرف يتصرف حتى. من علمه معنا 4 ايام نعلمه كل شيء، كيف بده يتصرف؟ هي الساعتين ليلة السبت، المهم يوافق. انا علي تياب راح شوف شو في عقياسه بدلي بخزينة الاستاذ ورح نقي له بوت لميع خرجه مع علبة سيجار فخمة، هيدا أهم شيء عندي. هيدي أوكي، رح أتصل بالخدم لنحجزهم للسبت عشية. عظيم. شو حياتي؟ متنح ما بده، اللي بيقبلوا فينا مثل ما نحن أول عمرهم ما يرجعوا. لا كيف؟ بيناتنا معه حق، مش حلو نغير بحلها كرمال أهلك يرضوا فيي، إذا ما بدهم ياني بلاها هالجايزة عمرها ما تكون. لك لا كيف عمرها؟ لك يا حياتي، أنا لشو ألفت لهاللعبة؟ لتتسهل الأمور مش لتتعقد، ليال أنا عم بعمل مستحيل لكون حدي. بعرف وأنا عم بعمل مستحيل لأنه مش عم يقبل. قولي لي يا بتقبل تكون نعمان بياكل منصوعة وبنتحر؟ أنا؟ أنا اللي بنتحر. لعمرك لترجع. عمو نعمان دخيلك ما تخربت لي الجايزة. عشان الجايزة اللي مبلش بكذبة قد راسك. شو بعمل؟ ما طلع معي غير هيك. لأنك جبان. لو كنت رجال كنت قلت لهم هيدي البنت بدي اتجوزها، عجبكم عجبكم، ما عجبكمش وخضلتوا البحر. يحرموني من الورثه. بدك نقي يا حبيبي، يا ليول يا الورثه. ليش مش اثنين؟ انا عشو عم بحافظ على الورثه لتتمتع فيها ليول ولادنا بالمستقبل. مزبوط. عم طيبين له انت كمان. وانت كمان بتقعد معنا ومنعيش كلنا مرتاحين مع بعض، بدك تضل تبهدل هيك. بعدين انا لازم اكون مرتاح ماديا فنكون كلنا مرتاحين، لان مش حلوه بالمستقبل ابني يطلب مني شيء ما اقدر اعمل له اياه. ابنك؟ ايه نعمان الصغير. نعمان صغير؟ ايه اصغر من هيك؟ مش رح لاقي حدا اعز منك، سمي ابني على اسمي. سي ابني هيك بنكون عم نغير بحقيقتنا. مش مزبوطة، يوما ما بيفضحونا. يا اخي بعد الجيش انكسرت منيح، المهم هلا نتجوز وبعدين كل حادث له حادث شغل. ولا ممكن. كرمالي عمو. ولا ممكن. كرمالي عمو. ولا ممكن. كرمالي عمو. ولا ممكن. ما تزعلني.
كرمالك انت مش كرمال هجبان هيدا. شفتي لو مش متاكد انك بتحبيه ما كنتش قبلت بتاتا. ميرسي عمي. يس يلا نقسم الشغل. هتستلمي اسم اللغات، هتعلمي عمي كم جمله فرنساوي وانجليزي. بعرف فرنساوي انا يا حبيبي، مش ربحان جميلتك. اسمع، بونجور كيفكم، بونسوار الله معكم، صفا بيان، ميرسي بوكو سور لو بون دافينيون. خليهم يعرفوا انه عمي مسقف. مش بس مسقف، راس مالي كبير، بزنس مان عالمي، عندك معامل خشب بكل اقطار العالم، بالمانيا، بايطاليا، باسبانيا، وبالسنغال. لا مش ضروري. يا خيي عشان حاطط من كيسك انت. اكبر معمل بالسنغال مكيفك. ها لازم يكون عندك معامل ببلاد اوروبا. بالسنغال او بطل بدي. ها لا دخيله. اسمك تعمل كامل المصور، عمرك 58 خلقان بشهر فيفريي. لا خلقان جونفيي، جونفيي اكلس. لا فيفريي. جونفيي. 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 بلشنا بالخلاق من هلا، انت بجونفيي وهي فيفريي. انا خلقان جونفريي منيح، ما فيش منه هالتاريخ هنا. قديش عمرك؟ 58. تعذبت كثير بحياتي لحتى جمعت هالثروه الكبيره هيدي. ولكن كله كان هيدا على حساب حياتي العاطفية. ما تجوزت؟ نعم ما تجوزت، نادراً حياتي لبنت حيي لا أتفرغ الاهتمام فيها. عظيم. هلا بدي علمك كيف بدك تلعب دور الأرستقراطي. صار دوري على ما كنت مسير. يا حبيبي وقتا كنت مسل وين كنتوا كلكن؟ كنت تمثل عمو العمام؟ بأهم الأفلام أنا مسل. سامع فيلم حصان طروادة؟ إيه؟ إيه أنا كنت الحصان. وطروادة كانت بريشيت بارتو على ما أذكر. على ما أذكر. عجب؟ سامع فيلم ذهب مع الريح؟ إيه؟ أنا كنت الريح. وذهب؟ ما عش عرفنا وقتها ما ذهب عشبيك. سامع بفيلم التايتانيك؟ إيه؟ أنا كنت التايتا. وتاني دور ناسي مين كان أخده بيناتنا يعني. عمون عمين بكفة تفنيس. بكاية تفنيس. كنت صغيري ما كنتش واعي وقتها. لش فيلم هوم ألون. ما تقلي انت كنت ألون. لا انا كنت الهوم. ألون كان ألون دلون على ما أذكر. على ما أذكر. طيب سامع فيلم من أجل حفنة من الدهرارات. كنت تمثل فيه؟ لا كنت بتعهد الحفرية بس. خلي سامع فيلم أبي فوق الشجرات؟ ايه؟ أنا اللي كنت فوق الشجرات. يعني انت كنت أبي؟ لا بايك جاي السبت أشبيك أشي شي. طيب خلونا سامع من أبي بس بقى. ليال مثل ما اتفقنا، هتعلمي عمي كم جملة فرنسي وإنجليزي ليستعملهم وقت الحشرة. دكول. أول ما توصل الماما بتسلم عليها وبتبس لها إيدها ليا أتن. بس إيدها. بس. عشان لا يقى هيدي، عشان نعمين بايك الغشيم هيدا. شفت لو نعمين جنيناتي كان بوسك إلا. بعدين نحن بنعطيك جدول تصرفات والمساجدات. كيف يعني؟ يعني بوقت معين لازم نرن السلولر وتخلص كل شغلك عليه. بس انا معي السرير. اعطيك تبعي. عن عطول؟ لا بكره بجيب لك غيره. بلشنا بالبخل من هلا وكيف بده يدق السرير؟ بركي ايه بركي ادم بوقت معين بتلفل من هون. ادم مشترك معنا بالتمثيليه؟ طبعا هو رئيس خدمك ومعه ستاف كبير من الخدم. اجيك يوم ادم. وبركي انا بحكي مع فرقة دونس وسالون شو قدمونا الرقصة بهالليلة الحلوة، كونك من مشجعين فن وثقافة، يلا ما بقى في وقت، حشوف ادم شو عمل. تعا اقعد هون لبلش علمك كم كلمة اجنبية. عمي انت مقتنعة بالتمثيلية؟ 100%، لازم اتجوز شي هو حب الوحيد. امر الله، ايش بدك تعلميني؟ لازم تحكي منيح فرنساوي، على القليل تلطش كم كلمة. هني بيحكوا كثير فرنساوي. أكتر ما بتتصور، خلينا نفرجيهم انه نحن من مستواهم. انه إذا ما حكيناش فرنساوي بنبطل من مستواهم. أول ما يوصلوا بتستقبلهم بهالكلمة، أهلا وسهلا. أو لك بيفهموها هاي بالعربي الآن. ترجع بتقلن سوية لبيانفني. أش؟ سوية لبيانفني. سوية سوية علي روقي هجيلي إيه حتى شوف. سوية لي. سوية لي. بيانفني. بيانفنو. برافو. برافو بعرفه هاي برافو. طيب إمي جاتمان. أش بها إمي؟ لا إمي جاتمان. أشو هيدا اسم دواء؟ هيدا يعني حالاً. بتعرف تقولي حالاً لك ما هي أنا حالاً ضروري تقولي إمي جاتمان. شو يعني طبعاً؟ بيان صيدا. بيان سور. بيان صيدا وصير بالمنطقة هوليك. طيب ديفينيسيون. ديفينيسيون اش معناتها ديفينيسيون؟ هيدي معناتها معناتها هيدا معناتها التعريف عن عمي. ليش عم ترشفي؟ عمو نعمل لازم تنتبه منيح، سبت اهم ليله بحياتي هيدي ليله عمري. لا تعطلش هم يا عمري. ولازم نبين انه نحن عائله عريقه. واش الديفينيسيون تبع العائله العريقه؟ نعم. اش معناتها عائله عريقه؟ يعني عائله مرتبه. يعني نحن عائله عريقه ولا نحن مش مرتبين؟ بلا. وليش حولتونا العائله وهميه؟ عم نعرف شو اصلا وفصله. يمكن ما تكونش عريقه قدنا. انا بعرف نعمين جنينات منيح ومتاكد من نزاهته، بس اش بياكد لي انه نعمين بايك المنصور زلمه ادمي. نحن يلي بدنا نخترعه، نخترع ماضي وحاضره ومستقبله، زلمه راس مالي بيفهم ومثقف وبيقرا شيكسبير ومورني وكورباي. كورني والجبران ونعيمي ولا عايبها وبالعربي الان. العينه لك بدله عقيسه وبوط لمي علي بمقامك. الله يديمكم. يلا نحولك لنعمين بايك المنصور.
حملوا غيروا زبطوا رستقوا لبسوا علموا بدلوا شقلبوا من عيشي بسيطة لعيشي تنلوم حولوا من جنينتي لبيت البيوت وتحول عمو نعمي لإنسان تاني صار يحكي لغير كمان فرنسي وطلياني قبل بلاقي عرشي كان كل شي حاضر ما بدي وصيكم الجماعة مهمين كتير ممنوع الغلط بدي يكون مثل الساعة بكرة عشية من بعد ما يصاروا بعشرين دقيقة بنقدم العصير من بعد العصير بعشر دقيقة بنقدم الميزة سومول كافيار كوردونوار إلى آخره من بعد الميزة بخمستاشر دقيقة تجي فرقة رأس وبتقدم رأسها لضيوفنا من بعد رأسها بنقدم الجاتو عشو كلنا بدي يضلوا عيوكم عشرة عشرة مفهوم؟ هلا بالبروفا ما بدي ولا غلطة كأنه بكرة عشية عمو نعمان صار حاضر شو مسيو آدم كل شي تمام؟ بالمبدأ كل شي تمام شباب عرفوا شو بدهم يعملوا؟ أكيد شباب أول ما يطل البيك شو بتقولوا؟ طل البيك برافو دخلك عودة مش فرقتي؟ نعم استاذ عمد الله سلامة شباب الله يسلمك استاذ شو عم تعملوا؟ نعم بتاع كله استاذ شو حياتي؟ ظبطت الأكل وحطيتهم بالبراد ونظفت البيت فصار المعلمة وين كان هالنشاط من زمان؟ مع إلا خلص أنت ما بقى لازم تشتغلي عروس أنا بكرة عروس اليوم بعدني خادمة طيب يلا حاضرين للبروفا؟ حاضرين عمو نعمان إيه عمو نعمان عم بكل السنتور خلينا ناخذ مطرحنا بسرعة عمو نعمان هي عم بكل السنتور كلنا ناطرينك سويلة يا فنو اسمي نعمان المنصور من عائلة عريقة عندي أربع خمس قصور مصوصح الخليقة اسمه نعمان المنصور من عائلة عريقة عنده أربع خمس قصور مصوصح الخليقة بحكي فرنساوي بحكي طلياني بحكي ياباني ولبناني صحبي مع كاترين تونوف ومع ألان تلون برقص حلو وخصوصي توست سالون برقص تانجو برقص صلصة وبلا هلا بكي وين الدبكي على دلعونا وعلى دلعونا مطري وكرا بطالة بزونا على دلعونا وعلى دلعونا مطري وكرا بطالة بزونا من ظلم معطر قاعد بشنايلة لبيت البيوت حولونا على دلعونا وعلى دلعونا لك على المامي على المامي أنجأ نحكي لبناني علمونا بهاللغة فرنسي بريتشو إسباني على المامي على المامي أنجأ نحكي لبناني علمونا بهاللغة فرنسي بريتشو إسباني لك زي اللوبير دهيبا بونجور انتي مارهيبا جسوي مثل من باكي ما تلاقي سبيكي سيبا زي اللوبير دهيبا بونجور انتي مارهيبا جسوي مثل من باكي ما تلاقي سبيكي سيبا شايفنا عم نتمرن كيف تفوت هيك من السبروفا مين حضرتكم؟ حضرتك وين؟ شو عم بيصير يا ادم؟ من وين الولد؟ واحد مثلك ولد احترم حالك بس بقى هيدا الاستاذ سالم صاحب البيت الحمد لله على السلامة استاذ شو هالمفاجأة الحلوة؟ انت شو هالمفاجأة؟ شو عاملين بالبيت؟ ليون هديني شباب هدوني وانا مين بيهديني؟ وصل الاستاذ سالم عرف لي بكير هلأ ما حدا عالم شو معقول يصير مشاكل بدك تكتر قصة بعقدك أكتر رح نخلي الباقي للفصل الثاني رجعت البرداية نتفي نتفي عم تفتح قضوية قواية على كل المسرح جيجي واقف عاليمين قدم واقف عالشمال بشمالي جيب فتحين عالدرج مطرى ليال والليل الليل المنشودي ليل الطاب الايد الحمد لله الخواجة سالم طلع عن جد خواجة تركنا الفيلا باللي فيها وراح ينام بأوتيل لكن مرقنا الليلة على خير عن جد كتر خيره خواجة سالم انسان ادمي وبيعرف كيف يتصرف مع الناس مش مثل غيره مبسوط انت وياها انا اللي اكلت البهدلة كان لازم خبره كل شيء من الاول كان مفروض تحطه بالصورة وياخذه مفاته على كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء حتى بدك تخبره على كل شيء وقع منك
يعني مش كل شيء الاشياء اللي بتعنيه بس. لك اخ منك انت وياها، وقعتوني مشكله طويله عريضه. اول مره بحياتي الاستاذ بيصرخ بوجهي. لا تعرف القيمه. قال لي عيب الشوم عليك يا ادم، عم تستغيبني وتعمل اللي بدك اياه من وراي؟ هلا قليلي خبرني، فرجي. انت عشو عتلان هم؟ فهم الحكايه، انع معنا تركنا الفيلا وفل، انت عشو متوتر هالقد؟ كله لانه علق فرجيك؟ مش بس قال لي بفرجيك، قال لي حسابك بعدين. يعني ممكن يخصم لي من معيشة او يشحطني من الشغل، شفت شو يعني؟ فاذا الله يضل حسابك بعدين. بس معي كيف يعني؟ يعني اللي بيخصم لك اياهم انا بدفع لك اياهم دوبل، وبحال شحطك من الشغل انا بدبر لك وظيفه عندي بالشركه، شفت شو يعني؟ اذا هيك انا مش بس رئيس خدمك، انا خدمك، انا جدي بجدودك، انا رهن اشاره باصبعك، شو بتطلب مني جاهز؟ بدي تطلع هالليل على خير، بعد حوالي 5 دقائق بيوصلوا اهلي، انا بدي الاقيهم لحد النوفيس باول الشارع، وبنيجي سوا لهون، بدي تقطع التمثيليه على اخر ما يرى، وكل ما فرجيني انك نشيط وعم تشتغل مزبوط، كل ما بتوقع غراض لك على راسي وعيني. فاذا شو برنامج الليله؟ خلص حياتي صرنا عيدين 20 مره اليوم، حفظني بدي اطمن بالي. صرت مطمن بالك 20 مره. سو ادم شو برنامج الليله للمره ال 21؟ اول ما يوصلوا اهلك بنستقبلهم انا والخدم بالكثير من اللياقه والبروتوكول، بتكون ليال ناطرتهم بالصالون. بستقبلهم بكل احترام ومحبه وبدعيهم للجلوس. بدور حديث بين ليال واهلك لمده لا تتعدى الخمس دقائق، نحن بهالوقت بنكون عم نضيف عصير. عصير؟ عظيم. طبيعي اهلك رح يسالوا عن عمي، ساعتها بعيط لدغري. من هون بينزل نعمان بيك المنصور باسلوب استعراضي مستقبلا اهلك بترحيب حار حسب النص لحفظني. ومن بعد التعارف بفوتوا بحديث تبييض، الشرف النا الشرف النا. الاخ هالوقت بنضيف كافيار سمو ريدي. الاخ بكون عمي وبيك عم يحكوا بزنس، وعمي عم يشرح المعامل تبعه بكل اكثر العالم حسب النص لحفظني. بكون انا بهالوقت عم دق من هالتليفون على سلولار نعمان بيك، بخلص عم اشغله على التليفون حسب النص لحفظني. بنكون نزلنا موسيقى كلاسيكيه ناعمه عم ترافق الحديث، بيرجع بيحكي بيك يلي لازم يحكي حسب النص لحفظني. حسب التقاليد المتعارف عليها ضمن نظام شؤون طلب الايادي. وهون طبيعي عمي رح يوافق. اكيد رح يوافق، لشو عملنا كل هاللعبه لما يوافق؟ تلقائيا رح تعمل فرحه، فبوقف انا وبخبرتي البروتوكوليه بعلن عن تقديم وصلة راس من فرقه كالاباري للدوس دو سالون، وبفتح الباب بكل كوبل ناطر وراه. الكوبل بيقدم الراسه؟ ومن بعد حياتي بقول كلمتين اللي حسب قوله مؤثرة جدا حسب النص اللي حفظته لحالي. من بعدها بننتقل للحلويات اللي بتتضمن عدة اصناف على راسه الجاتو. هالشوكولا. نرجع منحدد تاريخ العرس مع التفاصيل اللي بدها تطرحهم امك حسب النص اللي حفظتنا اياه كلنا، ومنرافقهم من بعد على السياره مودعين على امل اللقاء فيهم يوم العرس. يوم العرس. يوم العرس. يا رب. يا رب. يا رب. مرق لنا هالليله على خير. مرق لنا هاللعبه على سلامه. ويمرق لنا شي شي بيحرز. اعطينا قد نيتنا. اعطينا على قد ما بنستاهل. اعطينا على قد ما بتاخذ ايده. امين. شو حياتي؟ اعطيت السر للعمي؟ وندمت. ليه؟ ناسي تليفونك باصحاب واولاد الضيعه واصدقاء الطفوله. دخيلي خليني انتبه على الاباري، هي ام 600 6000 6 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
الاد غاليه. يلا زيت البرستيج برستيج. فهمت عليك. هيدي الماما. اي ماما شو في؟ عم بتغنشني باعلى صوتها نفس العديه. يسلم لي هالامور، يسلم لي هالشطور، يسلم لي هالزغطور. صرت عد الترين وبعدها بتقلي زغطور. طب احكيها. بعد ما خلصت العديه بعد في 5 ثواني معيرهم. خلصت. اي ماما. لك شو زايد علي عم بيان؟ يسلم للعريس. اي ماما وين صرتوا؟ حد النفيس؟ يلا جاي لعندكم ماما. باي. يا رب دخلك بيق نفسي وانا عم صفرين. لك يلا سريع روح جيب بالك شو ناطر؟ خليني صفرين بعد. لك يلا احسن ما تاخر. طيب حياتي انتبهي على حالك وعلى عمك، رجعي سمعي له كل شيء لازم يقوله. شي شي صلي لي. صليلي. والله يا ليال توفقتي بهالعريس لقطة ورقة يا نصيب. أمك دعيت لك بليلة القدر وأمك كمان. رح تزبط لعبتنا يا ترى؟ ليه ما بدها تزبط؟ كله مدروس رح يتنفذ على البكليك. خلص تركي علي. أنا عتلاني هم عم نعماني لخبط بشي. ما تعتلي همه لعمك، شاق الأرض وطالع منها. بيعرف يخلص حاله بحال لخبط بشي. شو كان بدك هالكذبة يا شيشي؟ أجنو؟ أجبو؟ أوف كورس؟ بيان سور. إيميدياتمون. شو عم تعمل؟ عم اتمرن. مش هيك بيحكوا وبيمشوا الكلاس؟ عم حفظت كل الكلمات والحوارات يلي درستك اياهم مظبوط؟ يا عمي حشقت لاني هم اشي اخر كلمة. اجنو. اجنو يعني ركعوا، اجبو يعني وقفوا. يا ايو. روح جيب لي كبات مواي. ما تخاف
كون صدقت حالك صرت بايك غصب من عنك انا بايك اتعال هون اذا ما بتحكين هيك بتشلك لسانك سامع يا جنيناتي شفتي يا غيال شو عليك الجوكيتا هلا كيف بدي استقبل اهل العريس بجعلك هي بدهم وصلوا هيدا الزبون اللي قال لي عنده شيشي مسي ادم وصلوا رح تحت على البوابه شباب تفضلوا على السريع حاضرين عمون عمل ما بدي وصيك بليز انتبه قد ما فيك اشيخ الكلمه دبو جنو 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 مسي ادم كل شي تمام كل شي تمام ما تخافي يا ربي ولك لح شو بك انا بفتح سوري عود انا افتح انت صاحبت البيت هلا اهلا خويجه شيشي اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا ما بدأت بصوار. اهلا مساء الخير اهلا وسهلا فيكم بفيلا نعمان كامل بيك المنصور شباب اهلا شرفتونا اهلا نورتونا اهلا فزتونا بطل الحلوه شو حلو هالاستقبال كثير اوريجينال لا شي ببشر بالخير مين حضرتك انا ادم رئيس الخدم ليك شعلاته شو اورجانيزي مام ليال هيدي هي العروس بصوار يا عروس بصوار بصوار تعطوط عيطيني سوسو ما أنا مش أكبر منك بكتير سعي لبوسك يا نوسك مهضومة وسامبا برمي لشوف برمي برمي بعد 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 يستا مام شو بتعملي عم شوف إذا فيها شي غلط مالهيئة يلا تفضل مام تفضلي يا عيب الشوم ليش معذبين هيدي بوكيف لك دور مع فوكريستال شغل جنيف من عند زهراته بيسطلوني شو هالجمال هيدي يا عروس فعلا ذوقك حلو يا ابني عبيو كيفك يا عروس الحمد لله عمو ماشي الحال تجولي كمان ابهنيك على ما يبنوا موفق يا ابني شو اوريجينال الفيلا تبعكم برافو مين الديكوراتور اللي مصممها مش ظاهر مين عمو لليال هو اللي صمم كل شيء شو شاطر وينه كثير حابه اتعرف عليه يا حفوق جي جي تفضلوا اقعدوا لعيط له خليه على راحته ساعد اللي بيحب ينزل ينزل رح منصير اهل بلا هالكلفيات 100% رح منصير اهل داد هيدا الفرش من وين من استراليا واو من استراليا اي نعم عم لليال هو اللي شحنه من هونيك هيدا السجاد عجبي اي نعم هول كراسي جلد اي نعم هاللوحة زيتية اي نعم هيدا خشب مدنه اي نعم هيدا عصير ليمون اي نعم انا اسمح لي دون خويجة كتير طيبين عن جد بابا طيبين هول عم لليال شحنه معهم الافريقيا اي معصورين على الايد على الايد كيف على الايد والجاب بعطي هذا بيصر على الايد هلا ايام مكانات مكانات وطنية مع عم لليال عنده معمل عصير ببيروت فريمون هشتيدي منين جبتها؟ قلت لك ممكن يصير في مستجدات استاف الخدم عندكم ممتاز ميرسي الله يخليكي هيدا شغلي برافو انا بحب النظافه والبيت بيلمع لما ميرسي الله يخليكي هيدا شغلي كيف؟ هي بتشرف على الخدم شخصيا لتتاكد انه عم الشغل مزبوط ادم نعم ستنا ليش بتبلغ عمي انه وصلوا ضيوفنا حاضر ستنا لذيذ هالادم اوه كثير شو بريزونتاب سعيد بدي مثله منين بدي اجيب لك مثله ما بعرف وصيلي على واحد مثله شعراته اورجانيزي مثل شخصيته بدي مثله بكره بنشوف انا كنت كثير حابه اتعرف عليكم خبرنا عنكم شيشي على لطفكم عن كرمكم عن محبتكم يعني عن جد ما حق ويمكن مقصر شوي كمان والله شاطره بمواضيع الانشاء او كثير شو عم تدرسي ترجمه شو يعني خدك شو؟ ايه قولي هيك من الاول وماشي الحال؟ الحمد لله ماشي الحال ايه انت بتتخرجي؟ السنة الجاية شو يعني؟ لاني بخشين ايه قولي هيك من الاول والله بتتخرجي السنة الجاية؟ كتير شاطرة وذكية خبريني شوي عن اهلك سوسو مش وقته سعيد اسكت ايه خبريني شو كانوا يعملوا؟ بيا كل مهندس مدني شو يعني؟ سيفيل قولي هيك من الاول والماما كانت فمه فوية شو يعني؟ ست بيه ايه قولي هيك من الاول ايه ماما بليز بلا ما نجيب سيرة اهلها هي بتتضايق لما حدا يحكي عنه معه حق الصبي سعيد سكوت اوكي شي ضيوفنا الاعزاء من رحب ترحيب كبير بنعمان كامل بيك المنصور لحظة عم بكل السنتور ضيوفنا الاعزاء نعمان كامل بيك المنصور الحي مش عم يتبكل السنتور حاضرين شباب حاضرين تفضل يا بيك يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا سويلة يا فنو يا هلا وسهلا سويلة يا فنو ام سوري على التأخير كنت عم احكي مع الكيرل فريند تبعي بشيكاكو سويلة يا فنو سويلة يا فنو مدام بوسوار مسيو نامان ولك بوسواران ولك سويلة يا فنو
حضرتك ولدت الجيجي وي فائز نسويي ليبيا فدو صراحة مطلوب مني بوسك بإيدك فقط لغير ولكن هجمال كله هيدا مش رح أتركه بلا ما أعطيه حقه بالتبويس واحد ما فيش يشوف هجمال هيدا إلا ما يركع أدبو أجنو 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 إلا ما يركع أجنو يوقف أدبو يركع أجنو بوسوار مسيه بوسوار سوية لبيا فنو حضرتك والدو الجيجي أي نعم أكيد شو بحب يمزح تفضلوا أسيفوا 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 بركوا فوزات أجنو أدبو 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 يا أهلا يا أهلا وسهلا يا هلا 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 كيف هجيجي منيحة هيك المشية تانكو تانكو فيري ماتش تانكو على هالزريعة اللي جايبين ليها تانكو نعمل بيت هيدي بوكيب كاكيدور مع بوكريستال شغل جنيف من عند زهراته بيسطلوني وهي بينحط لها كيمي ولا بترمى بعل هيدي مهضوم عشقلتي مهضوم انا المهضوم ولا انت المهضومه ولا كسوجي يا فدو بدك نرحب فيا ولا لا؟ نعم بيك بشرفنا أن نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي نشيط محب وكريم نحن كمان بشرفنا أن نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي محب ونشيط وأشيخ وحدي كريم وكريم كما هو أنه بيسعدنا سير فيلي سير قرابي مع عائلة ممتازة متفانية أصيلة عريقة مثالية نحن كمان بشرفنا قرابي مع عائلة ممتازة أصيلة عريقة وأشيخ وحدي مثالية كما هو أنه بشرفنا نتلاقى بالبيت العظيم المعطاء السموح المتجسد المتناهي نحن كمان بشرفنا أن نتلقى على أشيخ وحدي المتناهي نعم بيك باختصار بشرفنا لقاء الشرف لنا نتشرف فيكم الشرف تشريفنا من تشريف تشرف تشرفكم شرفونا نشرفكم شرفناكم شرفونا وعلى البوابة لقونا شرف ايه خلص بكفة فرشي فرشك كتير حلو نعمل بيك من وين؟ من أستراليا اش عارفك انت قتلني هاي الكبيرة شحنا معي من أستراليا أما صغيري فكمان شحنا معي من أستراليا كلفوك كتير لا شي 77 ألف دولار فاصل 66 سنس بس ماشي مش كتير والكراسي هودي جلت سنجيب فريمان شحنتن معي من زمبابوي السجيد هاودي شنو الديناصور شحنتن معي من العصر الحجري كنت بيجي كنت بأمريكا بمعرض للديناصورات المصبرة شحنتن معي من هونيك مش معقول وتخوتي فوق جلد بالزق بتحبي نطلع نجربون ولا كسوية لبيا فدو هلا وحا زيتية؟ هلا وحا مش بس زيتية هيدي كذا لون هاي شحنة معي من أطاليا هديني إياها رسام العالم الكبير ليوناردو دي بيكاسو دافنشي دايش دافنشي دايش دافنشي ما فهمتشي دافنشي دافنشي ليوناردو دافنشي قلت له يا نادو إيه كنت غنجو نادو كنت كتير صوصيصو أنا وياه صوفاصو كنت كتير صوفاصو أنا وياه كنت صوصي صو مع واحد غيره معه هو كنت صوفا صو قلت له يا نادو عجبتني هاللوحة قال لي مقدمي يا نوني ام هديني اياها واو شو حلو بس ليوناردو دافنشي توفى من زمان اه ليوناردو دافنشي توفى من زمان ليوناردو توفى توفى نادو ولا شو بيحكيش كيف بتوفى هيك بلا ما يقول لي انا عتبان علاقي متى توفى من زمان كثير ما خلقت يمكن انت آه. واصل حفيده ليوناردو دافنشي كمان اسمه ليوناردو ايه صرت اعرف اقعد مع ليوناردو الجد جيب والد اسمه روبرتو روبرتو خلف والد اسمه ليوناردو هذا هو ليوناردو اللي خلف والد اسمه روبرتو روبرتو جيب والد اسمه ليوناردو هذا هو ليوناردو اللي خلف والد اسمه روبرتو روبرتو خلف والد اسمه ليوناردو هذا هو ليوناردو اللي خلف والد اسمه روبرتو روبرتو ما جاب صبيان جاب بنت اسمها عفيفه هديتني هاللوحه وشو اسم اللوحه؟ اه شو اسم اللوحه؟ اه لوحة شو اسمها؟ اسم اللوحة؟
عندما يهطل المطر وأكون أنا في كربك جنب الشمينيه نشوي كستنا ونأكل البطاطا في عز الشتاء الصيفي وسوي اللي بيفده. هيدا اسمه؟ هيك قال لي نادو. تفضلي. أوه شكرا. شو هيدا كودوف؟ كودوف على وجهه كافيار. ميرسي. أنا اسمح لي. أفيش اسمح لي هونك مش نكمش حطة بجابتك يا شايخ. خد معك على البيت هودي شغل ديتنا. كما ضيافتن كروكو على كروكي. كيف؟ هيدي اكلة بلجيكية شحنتها معي من هونيك. بس يا بيك يمكن خلصوا ما بقى فيه. لا تتبخلش يا ادم في بالبراد في الجيب. لك منين بدنا نجيب اختراعاتك ما عندنا منها. روح جيب شقفة خبز مروخ عليها شوية زبدة وتعضيفن اياها اشعرفن اشيل كروكو على كروكي. وصغر الشقف كل ما صغرتن كل ما اكلس يلا فز. سويلي بيافدو مدام. كيف أشغالك نعمان بي؟ أوه أنا أشغالي عظيمي، أنا أشغالي عظيمي جدا جدا جدا. أنا عندي معامل أخشاب بكل أقطار العالم، بإسبانيا بإيطاليا بألمانيا وبالسنغال، أكبر معمل بالسنغال مكيفك. وهلا أفكر أفتح فرع بكوريا الشمالية. اسم الله عليك. شفت هالخشب كله هيدا؟ أكيد من معاملك. لا من المشرة من تحت. وانت كيف اشغالك؟ انا بالتجارة العامة، تعب وشغلة بال بس الحمد لله في مردود. لا للمردود في مردود لش الواحد يحكي. تفضلي دوي لي كروكو على كروكيت اشوف. شو طيبة طعمتها كلاسي. ايه زبدة وخبز. ايه صحتين. يلا صحتين. سعيد لازم نبقى نجيب منا ونضيف ضيوفنا. وانت منا نعمان بيت قد ما بدك في منا بفران السلاطين السبعة والكلوب كراب جيب لك منا سوي لك يا خدي. عني دق السرور يبدو عني دق السرور. جيجي ما هيدا هو مام. ايه مثل هو زيته. عني تقولي من المعمل من كندا يبدو عنده مشاكل. اكسوز مي اكسوز مي هلا برجع لكم. اكسوز مي. الو يس 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 نو 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 نو. خلص خي اعمل له تشيك ب 700 الف دولار فاصل 66 سنت وبلا سمت هالبرن. عندي ناس بحلوة تفسونيش. اعطيني رودولفو. رودولفو مدير المبيعات عندي من اصل الماني رح احكي بالالماني. شو مسقف؟ ايه رودولفو عزب جهو عزب جها عزب جور عزب جبخ عزب جبخ عزب جبخ عزب جهو عزب جها عزب جهي عزب اعطيني روبرتو. روبرتو مدير المعامل عندي من اصل طلياني. ايه روبرتو بير فافوري نو كابيتو بححتوني هلكتوني تعبتوني بعتو زبوني ما تزعلوني بقاش تتصلوا لهوني. اوكي عيوني سوي اللي بيافنوني. اعطيني سام. سام مدير موظفين عندي من اصل سويدي. انا بفهم منيح سويدي. انا بفهم سويدي منيح وبحكي منيح كمان. منيح منيح يعني؟ منيح 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 منيح. مسلك سام كتير زكاة وين تعلم عربي؟ ايه سام اش في ما فيه؟ خلص خي مستعد اخسر المصريات ولا بزعبر بالخشب. الخشب لازم يكون نقمه. مقنو نقمه. حلو عني بقى يلعن ابو الشغل. سلو ليلي مثله وزيته. مش معقول اخر همه المصاري. انا بحب هيك. ولك انا اللي بحب هيك. سوي اللي بيفدو. نعمان بيك منهنيك على زهتك كما وانه منهنيك بهالعروس. ربيتك خير تربية يا عمي. هيدي حبيبة قلبي. هيدي هلكت بتربيتها. يا مو يا ما بطقت الشمس بجنيني. عان صليها ولعبها وعودها الحنان لفقدته. روق لأعصابك انت كل شي ماشي تمام. بس اكبر معمل بالسنكال مكيفك. مبين عليك جو الخير وحنون. اوه انا كتير حنون. انا شاحن معي ثلاث كونتينيرات حنان من هنا لولو. مش هيك ابدا. وحضرته شاحنوا معي من افريقيا. شفتوا هونيك والد بنا سعيدين عن يفحش. اتبنيته وجبته معي الهون وضليت غزي بالماوز تصار قد الترين مثل ما انك شايفه. بس كتير صنبا. ايه كتير صنبا. صنبا عجنبا. نعم بيك خدها بحلمك. اشقلت فيانسي 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 اشقلت. عم قول يا بيك انت عراسنا. محسوم من معيشك 200,066 سنة. افتح ايدك افتح ايدك. روح اركع بالزاوية. روح اركع بالزاوية عن قلك يا بيك. اركع. شو قاسي تجيجي عمو العمير حرام عليك. ما حداش يدخل احسن ما يركع حده. اركع بالزاوية عن قلك. معقول يكسر له كنتو للبيك. اركع.
ركيع ما تنسى في شقة بياض مع وظيفة محترمة. روح ركيع يا آدم. أدبوه خي فشت خلقه. جاي ضحكك انا هون. حط ايدك ورا راسك. ايه جديدي ها جديدي؟ حط ايدك ورا راسك. حطهم. قول بردوع عم نعمين بايك على كل شيء عملته معك. قولها بردوع عم نعمين بايك على كل شيء عملته معك. يعطيك العافيه. قوم ساعه البدي بتقوم. مش معقول شو قاسي مع موظفينك، بتخوف يا مدام. افيك اشتفلت الملاء. بدك تضلك ماسك زمام الامور لان عندك ناس افيش الا بالبهدله. هيدا كله لانه قال لك خدنا بحلمك. عم تعيد انت كمان امرك يا حدو. ام سوري يا خواجه، ام سوري عن امزح، ام سوري. انت عم تمزح بس انا اوقات بعملها. سعيد اسكت. عمو نعمين برايك مش لازم بقى يقوم ادم زدت عليه؟ خليه يقول بقلبه 150 مره بعد زر منك. عمو نعمين بايك على كل شيء عملته معك بيقوم. قولها 150 يخيبتين بس هيصيرنا. ماما كيف لقيت عمو نعمين؟ فظيع، في كل المواصفات، حنون قاسي كريم رصين، شخصيه متواضع. بهنيك يا ماما بعم العروستك. وكيف لقيت العروس؟ منيحه بتجنن. العروس بتجنن. سعيد سكوت، انا لما عرفت انه ليال بتتجوز جيت اوف كورس على البلد لحتى احضر عرسها. طب هالقد؟ امي ديتمو. كيف؟ بالعكس بالعكس، لما عرفت بتتجوز جيت امي ديتمو على البرد لحتى احضر عرسها. قولي اوف هالقد. اوف هالقد. اوف كورس هل ظبطت. او لو بيتري، يبدو انه لو بيتري اشا سرر الفاوت. لا لا، سلوليري سلوليري كان مثله. مش معقول، اخر همه المصاري. كثير حلو هيك. خلصتن يا بيك؟ قلتن كلهم 150 مره. كذاب، قلتوا 149. انا كنت عن عدن. قول اخر وحده على قدام الكل. اولى اولى بأتزر منك عمو نعمين بايك على كل شيء عملته معك. جدا 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 جدا. بتقولا مثلي. جدا 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 جدا. مقبولة. بس لك ايدك كمان. لا بس لأيدا الليل، انا اخر هم. بوسة بوسة بوسة. ارتحت عمي؟ ايه بس ما كان لازم تكون مثله. معلش روح جيب الكتو. شباب ايش الشباب، انت ما بتجيب الكتو وممنوع تاكل منه ولا لقمة. بعرفك بترتخي قدام الشوكولا. تعال 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 يا ابني، كيف بتفل هيك؟ قلت مرسي عمو نعمين بايك شي؟ لا. وكيف بتفل هيك؟ مرسي عمو نعمين بايك. تعال 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 يا ابني، كيف بتفل هيك؟ قلت بالاذن شي؟ لا. وكيف بتفل هيك؟ بالاذن. تعال 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 يا ابني، كيف بتفل هيك؟ قلت لك اذنك معك شي؟ لا. وكيف بتفل هيك؟ طيب قل لي اذنك معك. ساعة البدي بدي اقولها، انا البايك هون مش تحت امرك. بتقول لي بالاذن، بقول لك اذنك معك، ساعتها بتفل. قول بالاذن. بالاذن. ما قلتش بعد. ساعة البدي بدي اقولها. إذا بتريدوا خليكم قاعدين دقيقتين وكون معكم هلأ برجع لكم. ما قلتش بعد. إزاي 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 أوصف لك يا حبيبي؟ إزاي 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 أوصف لك يا حبيبي؟ إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي يا حبيبي؟ تذكر مرة كانت حرارتي 40، نزلتني بالقوة تشحل جنينين. إذنك معك. مش معقول شو عندك خبرة حلوة بمعاملة الخدم. خبرة جيبة منه يا مدام. قصة طويلة، ايش بدك بشر؟ بالاسم عم تدعم نعمان فيك بقى حشفات حسابك رح تفضحنا. ببطل بدي ها. لا دخيل. هون هونيك هونيك. تفضلوا كتو. تفضلوا على الكتو. واو على الشوكولا. انت ممنوع تاكل منه ولا لقمة، انت مقاصص. حرام عمو، شافوا وحدة بس. كرمالك انت عريس، روح كلها هونيك بالزاوية. تفضلوا على الكتو. قبل ما تتفضلوا على الكتو معلش، انا معود صلي على طول قبل ما اكل، إذا ممكن تشاركوني الصلاة. مثل بد. نوقف إذا بتريدوا. أجنو. نشكرك يا رب هالكتو، لأن في كتير عيلة مش قادرة تاكل كتو ونحن عنا ناكل كتو. نشكرك يا رب، نشكرك لأنه في كتير عيلة مش قادرة تحصل على شافة كتو ونحن الكتو بين إيدينا مثل الكشك. نشكرك يا رب ومنوعدك إنه كل إنسان مش قادر يحصل على الكتو نحن رح نعمل له كتو. هالشوكولادة يبع وجه مع اللوز وجوز الهند. إيه بليع برئك أنت بليع. خلصت. نشكرك يا رب. نشكرك يا رب. نشكرك لأبو قبل ما اسمع بدنا ناكل. كل صد نفسي. قل له لبيك. اي بابا اي بابا، برأيك مش لازم بقى نطلب ايد العروس؟ ايه طبعا تفضل. نعمل بيك. سعيد بده يقول لك شيء. سعيد احكي. كيف جرى ما سكتيني؟ سعيد احكي.
نعمان بيك الحقيقة سعيد عاسم مين من غير شر؟ عاسم مرحوم جدي مع خبر ان ثلاث ارباع اسمه سعيد ما السعد بحياتون معك حق اسألني إلي سعيد اسكت جعنا في كتير ناس باش نبيت العاسمية عندك هالمصرة هونيك اسمه آدم وما خصوش بجنس بني آدم بعرف واحد اسمه جميلة ولا أبشع من هايك بعرف واحد اسمه كريم ولا أبخل من هايك بعرف واحد اسمه وحيد عنده خمس إخوة بعرف واحد اسمه صباح طوع الظهر بعرف واحد اسمه زهرة قد الصندياني بعرف واحد اسمه عواد ما خصش بالموسيقى بعرف واحد اسمه عماد وهو رقيب أول بعرف اسمه فايز بضل خسران بعرف اسمه طارق بضل مطروق بعرف اسمه جاد بضل يمزح بعرف اسمه باسم بضل كاشش بعرف اسمه فارس بسكليتة بيع شركة بعرف اسمه شاكر مرسي أبي قولش بعرف واحد اسمه نخلة وهو طولي بعرف وحدي اسمها عفيفي مش مخلي حدا من شره عمو العمي خلي بابا يحكي بقى احكيه نعمان بيك بالحقيقة بشرفنا ان نطلب ايد بنت خيك المصون لابننا الحبيب كما وانه بيسعدنا يصير في سلة قرابة بين عيلتين مثل عيلتنا وعيلتكن فبتمنى ان نلمس منك الموافقة على زواج ابننا الحلو جيجي من بنت خيك الحلوة ليال شو يا بيك؟ شو؟ 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 بدك تتركيني يا عيال؟ مين قال هيك؟ رح تضل معنا عطول بس في واحد غيري بده يعطي الهمك أنا معود أعطي الهمك همين بده يعطي البكرة بعرف إنه بحبك بس مش قدي مع مين بدي أمزح وإلعب وإضحك إبكي مين بكره بدي غني الله تنام ليالي الله تحب النوم الله تجيها العوافي كل يوم بيوم التشتشي والتشتشي والخوخ تحت الميشمشي كل ما هب الهوى بقطفنا ليل ومش مشي يا بياع العيني والعنابي رح تشتلق امي رح يفضحنا بي شو مبروكة بنتي أشط قلبي أشط قلبي كلك أنا بسلقيس ويالي بيا فيديو مبروك جيجي مبروك يا ابني مبروك يا عروس مرسي الله يوفقك ويوفقنا جميعا مبروك حياتك بالإذن ما مداد المحضر كلمة خصيصا بدي أقولها بهالمناسبة يقبرني صار شب سعيد سكوت يقبرني صار شب 3 كيلو تفاح 4 كيلو ليمون سرعة لسة الغراب ايه أنا كتير مبسوط اليوم إنه رح أشبك قلبي بقلب حبيبتي اللي بحبها بحبك أنا كتير يا حبيبي القلب حبيتك يا حبيبي دوا من الهوى أنا لحبيبي حبيبي إلي حبيتك نسيت النوم يا حبيبي حبك حيرني حبيبي عيني اللي نسيني حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي شو هاي؟ من أي ديسكوتيك جايبها هالرسالة مش مفهوم الخط ليش مش أنت كتبها؟ لا ديسكو شاهين إيه عود عود هلا من بعد هالكلمة المؤثرة جدا وبوسط وبعز وبقمة هذه الفرحة اسمحوا لي وباسم البيك أقدم لكم فرقة كالاماري للدانس دو سالون وينو هالمرد مين؟ نعمان الزفت الجنانات تبعكم أنا وعدوا أنه بدي دقص وجاي أوفي بالوقت فكروا أنه مرق لي هيك انفشل بيرعبتوا اسكت يا تامر ما بدي أسكت وينو هالمرد؟ سكيسة شو قلت يا حلوان؟ ييشو بالجير واحد مثلك بالجير سعيد احكيه داري محالك استاذ يا تامر فل هلا بعدين بنحكي هلا بدي صفح حسابي معه وينو البيك؟ وينو جنينات الزفت تبعكم؟ المنكة اللي ما بيبعت كلاب ويعمل عملتهم إلا عنده بجنينة وقدام الباب قصاص الجازو وقت رياحة اما راح ارتاحة بما افرمو عن مين عم تحكي؟ عن جنينات نعمان الزفت جنينات اقعد هلا فاهمكم ولك تعال انت مش فاهمين شو صار نعمان جناناتي ما غيره صار بيك كيف لك ايه عمل صفقه كبيره عن فرد عومي هو قريبا بده يترشح الانتخابات صار عنده نفوذ وسلطه ومال شو هالحكي كل هذا بجمعه لك ايه بجمعه شو بدي يعني 24 ساعه كل شيء بصير شيء معقول لك ايه
ساعدني يا ادم. مثل ما عم بقول لك اسمع مني وخذ رضا البيك وروح بسلام احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك. بيك صارت ايده واصله. عم تحكي جد؟ لك ايه. والاستاذ وينه؟ ما اشترى الفيلا تبع الاستاذ وصرنا كلنا موظفين عنده. برافو ادم. يا ايش رح توقع اشياء؟ شو عم بصير يا جيجي؟ بصراحه ده بصراحه مام نعمان بيك جايب جنينات على اسمه بحبه فوظفوا عنده جنينات وظاهر انه عم بيعملوا مشاكل. بس وينه البيك؟ عم بكل السنتور. شو يا تامر؟ هلا اذا عجبت صار بيك الامور بتتغير ومفروض ناخذ رضا. يا عيني عليك نعمان بيك الامان عليك. مين كان عم يعيط؟ انا بحبش العياط. بدك ما تواخذنا يا بيك؟ مش عارفك صرت بيك. انا كثير مواخذ نفسي نحن قرطوش بردك. نحن زلمك يا بيك. تنكو فيري ماتش صراحه. هيدا لسان حال كل الناس. واذا كلابك حابين يعملوا عملتهم يتفضلوا على جنينتي الهم وانا بساعدهم اذا بدك. بس ترد علينا يا بيك. دوري مروق علي بكره على المكتب. اي ساعه يا بيك. ساعه اللي بدك يا خيي. بس مروق رح اعمل لك تشيك ب 1500 دولار عربون تعويض عن الغلط اللي صار من قبل الجنينات سابقا. كتر خيرك يا بيك. وبالنسبه لقصر الكازون انا رح اصير قصه كل يوم بعد الظهر. خيي بدل ما ضيع وقت من يوم قصه شو عندك؟ يعطيك الف عافيه وسلم لي على الوالد. الله يديمك يا بيك ويخليك فوق راسنا يا بيك ويكتر من امثالك يا بيك. ليك شو هي الصفقه اللي عاملها؟ بركي انا كمان صير بيك. روح فل هلا بعدين بنحكي. ايه عفوقه فيها الطريق ورا البيت. يا ريت بتزفت لنا اياها ونكون ممنونينك يا بيك. رح نزفتها قريبا. بس كنت جنيناتي كان يعيط لنعمان الزفت. بس صرت بيك طلب مني زفت. بكشف تفكير الزفت. ممنونك يا بيك بخاطركم. مش معقول يا بيك شو انك كريم النفس. انا كريم النفس والجسد وسويلي بيير فيدو. بس ادم صاروا حاضرين برا؟ حاضرين. يلا اسمحوا لي وبس البيك قدم لكم هلا وعن جد فرقه كالافاري لتاستو السالون. جميل. يا عمي كلفونا 1500 دولار وعديقة ونص ورات بيعرفوا يرقصوا. هيدا رقص هيدا خلع. شوفوا كيف بيكون رقص المزبوط. يا ايديم ديه الشباب. اي شباب فرقة الكب النايل الرقص الشعبي. كيف ولاد ضاية تحبيت اعملكم يا هزور بريس تلفلتلون جايين يحتفلوا معنا. لا فضلوا شباب. لك يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. لك يا سوفاء. يدك دايما يا عريس ايدا لعروسك مشبوكي. شابوكي يا تبلي شابوكي. مبروك الخطب مبروكي. خلي يدك دايما يا عريس ايدا لعروسك مشبوكي. ليلة عرسك بحياتك احلى فرحة بحياتك. يرزقك بكرة المحروس زيدك سعادي وفلوس. وبالقفص الذهبي يا عريس تتهنى ويا العروس. شابوك يا تبلي شابوك. مبروك الخطب مبروك. خلي يدك دايما يا عريس بيت العروسك مشبوك. ليلة عرسك بحياتك آخر فرحة
فضلوا على الكوكتيل. شو هيدا؟ فيلجير طج وغبره ولبيد، شو هيدول؟ هيدول ولاد ضايط يا عيني، هيدول رجال بيخبطوا اجرهم بالارض وبيقولوا كلمتهم على السطح، مش مثل غيرهم. طيب يلا شو رايكم لحد التاريخ العرس؟ ايه طبعا برايي تخطبوا هلا والعرس بعد شهرين. منيح. شو شهرين؟ بدنا نحن نحضر. شهرين بكفوا. سعيد اسكت، 3 اشهر. اوكي ب 15 شهر منيح؟ ليه؟ بعدين بتعرفي. بس مفروض نحدد كل شيء من هلا. انت امروا انا قصدي عمو نعمان بنفذ. بدي العرس يصير باوتيل حسيسيا، هن بيهتموا بالاكل، عندهم اهم شيء فيه. دكور بحسيسيا بحسيسيا. وبدي اعزم 1500 شخص. عشي مظاهرة. وبدي تلفزيون سي 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 صور كلتي. لا هيئة مظاهرة. وبدي مجلة باناليتي تصور فوتو. وبدي اعمل كيوت كتير اوريجينال بلكي دور عطورفهم. وبدنا نجيب زفي نرقص دبكي هي ويا. لا الزفي بدها تكون اسبانيول فلامينكو. قولي مش حصل قولي بالزفي، الزفي خلقت عنا، زفي يعني دبكي هي ويا. لا الزفي بدها تكون فلامينكو. قولي هي قولي هي قولي هي قولي هي 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 بجيب اثنين اصلا دارج اثنين هي قولي. وشو بكلفني الباق؟ انا حاضره، خلوني يكتروا لنا البايات. مش معناتها باق خطوه، اصلا فرقه الكب الناي لرقص الشعبي عامله قفر، مع كل 3 بايات بيطلع لك بها ببلاش. يعني مع كل هودي بيطلع لك هيدي. وبدي احكي غازي الاركيتكت اللي عمر لنا الفيلا. لشو؟ ليحفر لنا بالارض يعمل اساسات للجاتو. بدي اعمل جاتو 65 طابق معروف. لكي خلي يعمل لك مواقف تحت الارض فرد مره. مش عم بمزح. وبدي اعمل شارع صالون مدلوق خليها منتهى دفقه، شنيو 3 امتار ونص. وبدي احدد ليسته المعازيم. اكيد اكيد مام المعازيم حيكون عزوقي وانا بدي اعزم عزوقي. اكيد عمو العمر وانا كمان. سعيد سكوت الله معكم يا شباب، يعطيكم الف عافية. يسلموا يسلموا هالراس الحلوه. الله معكم سويل بيافدو. يعني اهلا وسهلا مش مصبي هيدي. الله معك رزق، سلم على المختار. الشباب اخذوا معهم الاكل والصواني. انا وعدهم هيك. جي جي ايدني لازم نعزم. بيت الدندلوني، بيت العنجهوتي، بيت العلقولو، بيت المسحلوتي، بيت الجاجرولو. نسينا شي بيت؟ بيت الياك. نعم بيت الياك، اكبر عائله عندنا بالضيعه ايد بيت الياك. والوزير والسفير والقنصل والمحافظ ونواب المنطقه ورؤساء البلديه. بعد شي كثير لازم نعزمهم، بس هودي بريوريتي. ايدا جي جي هلا دوري. بيت المناعم بيت نعوم وبيت نعيم بيت نعيم بيت نعيم بيت نعوم بيت نعوم والضيعه وجواره. وفي جنيناتي زميلي صديقي، في جنانتي صديق اسمه فؤاد بدي اعزمه. عرفتي عمو؟ عمو فؤاد كان واقف معنا بايام الفقر، كان جيب لي كنزات على العيد. عرفتي؟ معلوم عرفته. بدك تعزم جنيناتي؟ اي نعم مدام، هيدا صديق العمر، واقف معي وقفات لا تتقدر بثمن مفروض اعزمه. انا يحضر لي عرس ابني جنيناتي؟ ليش اشبو جنيناتي يا مدام؟ شو هالمستوى اللي عم بتجيبه عرس ابني؟ بوم. جنيناتي انا صوصو العنجهوتي يقعد قبالي بعرس ابني. جنيناتي وعقيلته. نعمل بيك اسمح لي، ما كنت عرفتك هالقد شعبي. اش قصدك يا مدام؟ يعني هيدا مش النيفو تبعنا، هيدا مستوى واطي. هيكو سادة سعيد اسكت، نحن بدنا ناس من قيمتنا يجوا على عرسنا. ليش اشبو جنيناتي يا عيني؟ منوش انسان. انسان عن انسان بيفرق، جنيناتي بعد ناعي. زيح من عندك انت، لك زيح من عندك انت. وزا جنيناتي يعني، وزا جنيناتي. ليش انت بتفهمي عاد نص الجنيناتي؟ عمو نعمل ماما عمو بليز استلم حالك بيت. شو وقتها يا بيت؟ وقتها ونص حشتلت بالناس عيني. هيدا انسان مثلك مثله يمكن احسن منك كمان. سعيد انا عم بنهيك. بدك اكثر من هيك، عم تسالي فؤاد لانه زلمه ادمي واذا جنيناتي يعني. وبيرجع بعيده، يعني مش النيفو تبعنا، يعني بالجار، يعني غشيم. مش احسن منك يا مدام. انت عارفه حالك مين عن جوزي ابنك عيني؟ عمو لا كرمالك. كرمالك يا عمي لانه هيئة حماتك ابن عشمره. انت عن جوزي ابنك عيني. البنت خيو النعمان جنيناتي. لا كيف؟ شو عم بسمع؟ ايه نعم انا جنيناتي وعملت حالي بايك تارضيكم ويلعن الساعه. عم يمزح هو. مش عم امزح. انا الي الشرف كون جنيناتي ولا بحياتي رح اعرف كون بايك. انا زلمي فقير. ربات بنت خيي بعرق جبيني. عجبكم عجبكم، مش عجبكم الباب بفوت جمل. انا عم بنشهد. عمو نعمان ليه عم بنساعد؟ حل عني انت. مظبوط العك يا جيجي؟ جوبني. مظبوط. يعني هيدي كلها كانت لعبه علينا؟ بتقولي عن فؤاد غشيم؟ سخسختي بس شفت العز وصدقتي انه انا بايك لانك مخبيه بقشره بصلي، لانك سخيفه مثل المجتمع الجاي منه. سعيد جي جي لوين جايبيني؟ خذوني من هون. مع الف سلامه. عمو لا بليز لا. لا تبكيش يا عمي لا تزعليش. بس قديش بدها تطول الكذبه؟ يوما ما بده يفضحونا. خلي يفضحونا هلا احسن ما يفضحونا بعدين، لان بعدين بيعوش في مجال التصليح. بس هالفيلا لمين؟ انتوا هنا الهممكم، هالفيلا لمين؟ هيدي للاستاذ سالم، عمي بيشتغل عنده جنيناتي وانا بشتغل هون خادمه. خادمه؟
الاخر. سعيد جيب شو؟ روحوا وحدكم، انا باقي هون. كيف؟ ايه ما بدي منكم شيء، لا المرتي الكبيره ولا العيلة العريقه ولا المجتمع كله مزيف. بدي ليال حبيبتي، بدي كف العمر انا وياها. اذا بدكم تروحوا نسوق انه عندكم ابن. جيجي شو عم تحكي؟ خلص بابا خلص، اللي عندي انتم الله معكم. روح يا نمر. ولك يا عمر دين البطن المحملكش. سعيد مشي. ما كان في لزوم لكل هالتمثيلية. ما كنتوا رح توافقوا مثل ما صار هلا. سعيد مشي. سعيد مشي. انت تدعي يا ابني. ايه شفتك قديش حزين بحياتك من ورا جسمك. شفت المشاكل بيناتكم من انا وصغير. عشت بالصريخ بالعقيد. ما عشت ولا لحظة حنان. ما بدي عيد نفس الغلطة. بدي اعيش مع شخص بحبه وبحبني لو باخر الدنيا. سعيد امشي. ما بدي، روحي وحدك. انا مع ابني قال لي عم بيقولوا مش مستعد اخسره. سعيد اسكت. صار لك 30 سنه بتقولي لي سعيد اسكت سعيد اسكت. خلص بقى مش رح اسكت. انت وحده نبدي حياة معك ما بتنطاق. ايش بالفوفاش وبالكذب. انا اللي عم بتعب وجيب المصاري وانت عم بتفشخي على العالم وتتكبري على الناس. ولك حاجه بقى طفح الكيل منك. 30 سنه انا ساكت مش عم بفتح تمي. 30 سنه وانت بتسكتيني. حتى حقوقك يا رجال مش عم تعطيني اياه. خلص بقى صار لازم احكي. مش مفروض ضل ساكت. شو بدك؟ بدك تغري ابنك مثل ما غرقتيني؟ ايه لا، جرمانوس بتجوز ليال. جيجي ايش تعيطي له؟ جيجي اسمه جرمانوس عاصم مرحوم بي. عملنا اكبر مشكله سميناه جرمانوس. عاش جرمانوس. عاش روحي. ايه هاك بدي اياك نمر. ايه انا جرمانوس. اسمي جرمانوس. وبليز ما حدا يعيط لي جيجي الا ليلو. شو يعني صرت وحدي؟ انت بتنقي ابنك بده يتجوز هالبنت هو نقيها نياله. انا جبروني فيك كنت بعدني فقير عم فتش على عروسته وصاي. دلوني عليك رح جبتك من سواريم حي الأناية. نسيتي حي الأناية يا سعدة؟ نسيتي الأوضة يلي جبتك منها يا سعدة؟ كنتوا نايمين 10 راس كعب فيها. سعيد واقف خلص فضايح. الله رزقنا بعدين عوشها الصبي وصار معنا. ضروري تكون ردة فعلنا هيك. بعد تاريخ العرس مثل ما هو، بعد 3 اشهر 15 شهر، حبيت تجي اهلا وسهلا ما حبيت انت حرة. جرمانوس. أنا موافقة 10، يضل عم أقدم الناس نعمان كامل المنظومة. إيه أنا مش موافق. ولو طري شوي. إذا هو وافق أنا مش موافق. دخلك أسهمك فجأة أنت. نوبة رجوليين. أمري لله. جيجي. جرمانوس. جرمانوس. مبروك حبيبي، الله يوفقك. مبروك ليالي. هلا عن جد مبروك يا ابني. مبروك حياتي. مبروك يا عمري. لو طلعت رجال من الأول وقلت له الحقيقة كنت وفرت علينا مسرحية. بس مش حلوة انت هيك هبي أنا دبيخة. لازم يصير شي بعد له. مرحبا. ما قلت لكمش مين مجاعس؟ عرفت انه اليوم في فرحة بنتي عم تتجوز حملت حالي وجيت. بابا شو شابك هلأ؟ أخذت عفو من يومين وطلعت من الحبس. بس ما خبرت حدا. حبيت اعملكم اياها مفاجأة واجي على ليلة الفرحة. اشتقت لك يا بيي. مين هيدا؟ مين هيدا؟ مين هيدا؟ مين هيدا؟ هيدا خيي. مجاعس بي اللي ايه. كيفك خيي؟ يعني مش يتيمة؟ يعني مش يتيمة عند بي خيي؟ عند بي؟ ليال شو عم بسمع؟ جيجي كنا مخبيين عنك السر. بيي كان محكوم مؤبد كما شو على المطار عم بهرب. كان عمري 3 سنين وكانت امي متوفية. شو هالحكي وليه ما خبرتيني؟ كنت خايفة تبطل تحبني وتهرب مني. أنا وعمي خبينا هالسر عنك على أساس بيي محكوم مؤبد وما رح يطلع بقى بحياته. وهينا إجينا عفو. بيك مهربشة؟ إيه. غلط لو صارت عريس والمسامح كريم. بس كذبتوا علي. يا ابني أبي يفتخرش الواحد يخبرك هيك خبرية لتوخذنا. عجبك مجاعس هلا؟ دخلكون سعيد عن جهودي ولا أنا غلطان؟ أي نعم. ولا سعيد شو عم تعمل هون؟ أنا بيي العريس. وأنا بيي العروس، ما عرفتش يا سعيد؟ مجاعس؟ أيوة مجاعس. مجاعس اللي عملت الضربية أنت وياه. انا كمشت وصرت بالحبس وانت صرت باللوج.
يا بي هدينا صغيري. عيش من شافك يا سعيد، واخيرا حظينا فيك. ما تعطى الهم، حصتك محفوظة، بس استرنا الليلة. ايه ولك انا بأمرك اذا حصتي محفوظة. مبروك لك بنتي، علي راسك طلوع، ما حدا احسن من حدا. طلعوا شركة، طلعوا اثنين فرد البيس، طلعنا قرايب سعدة، اثنيناتنا من عائلة عريقة، ولك سويلة يا فدو. هلأ خلصت المسرحية. خلصنا المسرحية، خلصت الرواية، جوزنا الصبي، سكرنا الجلدية، فجأوا كل الشباب كل واحد طلع كسر، صيروا شو شفتوا منهم، شو شفتوا منا. خلصنا كل شيء. كل شيء بعد في صلوا اشبكون هي سوري، ما تواخذنا رح نرجع نعيد. صيروا شو شفتوا منهم، شو شفتوا منا.